بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين والمتابعين 2-0 في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وهتكون مثيرة شوية على اعتبار أن النهاردة كان يوم حزين لكرة القدم المصرية. هزيمة الزمالك، تعادل الأهلي، الفرقتين بعدوا عن المنافسة لحد ما، لكن إن شاء الله الأمل موجود. أنا مش عايز الناس تيأس. النهاردة الحلقة بتاعتنا كلها كورة، كلها مناقشات قوية جدا. عندنا هنستضيف في الفقرة الأولى 2 من المحللين الشباب، كريم محمد وإسلام جمال عبد الحميد، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم في النهاية. تفضل يا منتصر. أهلا بكم أعزائي مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من 2-0. سعيد أن أنا موجود معكم النهاردة برقة أخويا الكبير أستاذ صبحي عبد السلام. إن شاء الله يا رب تكون حلقة مثيرة مليئة بالأخبار، مليئة بالمناقشات السريعة عن أحوال الكرة المصرية، خاصة عقب إخفاق قطبي الكرة المصرية الزمالك بالخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي برادس النهاردة 3-2، وايضا قبل دقائق قليله تعادل النادي الاهلي امام فيتا كلاب الكونغولي بهدفين لكل فريق. تعالوا نشوف اول قضايانا مع الاستاذ صبحي. يعني خلينا نبدا طبعا بالزمالك على اعتبار انه نتيجته النهارده من وجهه نظري هي نتيجه كارثيه. فانا كصبحي عبد السلام بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد وصل الزمالك الى هذا المستوى، سواء كان مسؤول او مدرب او لاعب او اي حد في المنظومه. النهارده الزمالك حالته لا يرثى لها. الزمالك اللي ضرب الترجي مرتين 3-1 النهارده بيخسر 3-1، معناها انه الزمالك بيرجع للخلف بشكل كبير جدا. واعتقد في ايادي خفيه كتير ساعد ان الزمالك يبعد عن الساحه ويبعد عن المنافسه ويعيش في هذا الجو اللي كله يعني اعتقد احباطات لجماهير الزمالك. انا النهارده وانا جاي والله حد يمكن راجل مستشار محترم كبير سنه 62 سنه بيكلمني بيقول لي انا ببكي، لا قادر ابطل ولا اولادي ولا احفادي، البيت فيه مناح. النهارده اللي حصل مع نادي الزمالك انا شايف انه لا يجب انه يمر مرور الكرام. في اخطاء كتير، في انا شايف انه في ناس كتير يمكن كمان مبسوطه ان الزمالك اتغلب، برغم ان احنا من فتره صغيره مصر كلها انتفضت وقلنا كلنا نشجع النادي الاهلي في كاس العالم. طلع الاعلام قال اللي ما يشجعش الاهلي في البطوله دي هيبقى متخاذل او يعمل زي خيانه وطنيه. النهارده انا للاسف الشديد مع كل جون كان بيسجله الترجي كنت بشوف مقاهي القاهره او بعض مقاهي القاهره بتهتز مع كل هدف للفريق الترجاوي، وكأن الزمالك بيمثل أوغندا أو بيمثل بروندي. الزمالك يا جماعة فريق مصري، جماهيره مصرية، 30-40 مليون النهاردة نايمين لنا حزينة. الخسارة في كرة القدم وردة، لكن عندما تكون الخسارة بفعل فاعل أنا بقول نقطة ومن قرص أول السطر. أعتقد أن النهاردة في ناس كتير نامت مرتاحة ساعة أن الزمالك يبقى مفكك يبقى مش في حالته، فشابوا ليهم، مبروك ليهم، مبروك لشلة الغردقة. وبسأل الوزير أشرف صبحي الصديق العزيز، يا دكتور انت وعدتنا بزمالك جديد وقلت انه لا مساس بفريق الزمالك واستقراره، لو ده حضرتك الزمالك الجديد بتقول عليه لا خده مش عايزينه ورجع لنا الزمالك القديم. انا شايف ان الزمالك الجديد مليان مشاكل، مليان تمزقات، في فرقه كبيره جدا. النهارده يمكن حتى حدثت بعض الحاجات يا منتصر في اوضه اللبس، بعض المشاكل اللي سمعنا عنها وذكرت في بعض الصحف والمواقع الرياضيه بعد المباراه عن حالات اشتباك وحالات خلاق بين الجهاز الفني وبين اللاعبين، اعتقد ده كتير جدا. اتفضل يا منتصر. بالتاكيد شيء محزن للغايه اداء نادي الزمالك النهارده امام الترجي الرياضي التونسي. صحيح الخساره وارده في كره القدم، والزمالك خسر الموسم الماضي امام الترجي في مباراه اياب دور الثمانيه بهدف في رادس، لكن كان فاز قبلها في السوبر الافريقي بالدوحه ب 3-1، ثم ب 3-1 في ذهاب دور الثمانيه لدوري الابطال على الترجي الرياضي، وضاح به من كاس السوبر الافريقي وايضا من دوري ابطال افريقيا اللي كان بيحمل لقبه نسختين متتاليتين. الزمالك رايح على فين؟ اشكاليه كبيره جدا محتاجه حد يجاوب على السؤال ده. القصه مش قصه خساره مباراه، والقصه مش قصه انك كنت النهارده جمهور الاهلي بيشمت انه الزمالك بيتغلب او جمهور الزمالك بيشعر باريحيه لمجرد تعادل الاهلي، القصه مش كده. مش ده المفروض السلوك اللي يبقى بين الجمهورين، مش ده الاحساس الوطني ما بين الجمهورين، الاحساس انت شوف مشاكل فرقتك فين؟ ايه اسباب انهيار الزمالك؟ الزمالك قبل ما يسافر تونس تعادل مع وادي دجله، اللعيبه يعني في مشكله في غرف خلق الملابس محتاجه تدخلات من اداره نادي الزمالك، معلومات الشخصيه انه اللجنه المؤقته حاليا بتدرس اولا اضافه عنصر ذو خبره للجهاز الفني يكون ذو صلاحيات فنية، يعني حد قوي على غرار ما كان موجود سامي الشيشيني. هذا في اتجاه كبير، أعتقد أنه في قرار ربما يكون في مدير كرة جديد لنادي الزمالك، رزل بمعنى لغة الكرة، كابتن عبد الحليم علي الهداف التاريخي المؤدب المهذب ذو الأخلاق العالية، يبدو أنه في
سوء تفاهم بينه وبين الكابتن اشرف قاسم، مش قادر يلم غرف قلم الملابس. بنشوف اشرف بن شرقي بيخرج يشوح لباتشيكو. طيب ناس كتير النهارده عاوزه كمان باتشيكو يمشي. انا شايف ومن معلوماتي الشخصيه ان قرار الاقاله لباتشيكو في الوقت الحالي غير مطروح في الوقت الحالي. ليه؟ لانه نادي الزمالك عنده مباراه مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الدوري، ثم مباراه مع الترجي الرياضي التونسي في الجوله الرابعه يوم 16. فبالتالي قرار تغيير باتشيكو مؤجل مؤقتا لحد اول توقف. ومعلوماتي ان البديل جاهز. في ناس بتتكلم عن الكابتن حسن شحاتة، وايضا في ناس عرضت ابو ياسين او جوروفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك اللي عرض انه يتقاضى نصف راتب باتشيكو اللي هو بياخد 120 الف دولار شهريا. احنا دايما اتعودنا مع كل اخفاق منتصر بيجي اللوم فقط على الجهاز الفني. انا عارف ان باتشيكو ارتكب اخطاء كارثيه كتير. باتشيكو لحد النهارده مش قادر يستقر على الخط الهجومي بتاع نادي الزمالك، بيجرب كل يوم وكانه بيدرب فريق درجه ثالثه. باتشيكو بعيد، ذهنه مفيش تركيز. لكن كمان عايز اقول ان في بعض لاعبي الزمالك زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت التيشيرت بقى تقيل عليهم. يعني اشرف بن شرقي مش عاجبك الزمالك امشي. حميد احداد بالمستوى اللي ظهرت عليه النهارده مع الاحترام الكامل له امشي. فرجاني ساسي لو مش عايز تجدد للزمالك بشروط الزمالك امشي. الزمالك عنده منجم ذهب تحت في قطاع الناشئين يقدر يطلع لاعب واثنين وعشرة الموسم ده. عشان انا يعني انا عارف ان الكلام ده هيزعل بعض الزملكاويه، تقريبا الزمالك مش حسابيا لكنه نظريا خرج ودع بطوله افريقيا بنقطتين فقط بتعادلين. اعتقد هو بعيد، محتاج يكسب ثلاث مباريات الباقيه بره وجوه ملعبه. وما ادراك ما المولوديه الجزائري في الجزائر، والترجي التونسي هنا، وطنجيت حتى بهذا المستوى هذه الروح ما انا عارف انه موجود هنا، لكن بهذه الروح انا شك ان الزمالك يقدر يحقق اي انتصار. الناس ما تزعلش مني، لازم تدخل جراحي حالا. لو محتاج تستبعد اي حد من الجهاز الفني استبعد، محتاج تستبدل استبدل، محتاج تدخل عناصر جديده ادخل، محتاج لاعبين جدد اركز من دلوقتي في الموسم الجاي. انا بقول للزمالك ربنا يستر في اللي جاي، اذا كان بيبعد في دوري ابطال افريقيا عن المنافسه لا اتصور ابدا مستقبل الدوري كمان هيكون بخير، طالما ان الروح الانهزاميه الموجوده والناس اللي بتضرب في الفرقه من جوه الفرقه ومن جوه النادي شغاله بنفس النهج ونفس الاسلوب. خلينا بقى منتصر نروح للنادي الاهلي كمان ونعقب على نتيجه اللعبة. قبل ما نروح للنادي الاهلي انا برضو حابب اعقب على قصه الزمالك دي، لانه الزمالك في الفتره دي محتاج لم الشمل، محتاج اللعيبه تلم نفسها شويه، تقدر يعني دعم جمهور نادي الزمالك ليها. فرجاني ساسي الكلام عن التجديد ليه، وانه الاستاذ طارق حشيش المستشار المالي والكابتن ابراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي سافروا على نفقتهم الخاصه عشان يجتمع ابو مهند دعون في تونس. معلومات شخصيه انه الجلسه تمت بالفعل في وجود المستشار عماد عبد العزيز اللي هو رئيس البعثه في الزمالك في تونس، وتم الاتفاق او الزمالك عرض رقم 1,500,000 يورو شامله، يعني الزمالك يتحمل الضرائب ممكن توصل لمليون و600,000 يورو، لانه فرجاني ساسي اخر عقد ليه بيتقاضى 1,400,000 يورو سنويا. فبالتالي الزمالك ده عرضه اتقال له بالنص، ده العرض اللي نقدر ندفعه لك في مقابل التجديد، يا اما انت حابب تبقى موجود معانا اقبل بهذا العرض او لا. فرجاني عاوز يوصل ل 2 مليون يورو، ده شايفه مستحيل جدا. في تفكير اخر انه يتم التجديد لفرجاني ساسي ثم اعارته مستقبلا، زي ما قال الاستاذ صبحي انه الكلام عن قمصه اللعيبه دمه رزل ومش مستساغ، لانك انت بتلعب لنادي كبير بحجم نادي الزمالك، شرف لاي لاعب ارتداء فانيلته. يبقى انك انت تعطي في الملعب ثم تطالب بمستحقاتك اذا كان لك مستحقات، لان كل الفلوس اللي بتدخل نادي الزمالك بتروح في المقام الاول للاعبي فريق كره القدم، فبالتالي عليهم ان يقدموا ما يستحق عليه ارتداء تيشيرت الزمالك، لانه ناس كثيره حفيت بالبلدي عشان تعدي من حوالين سور نادي الزمالك. الاهلي النهارده تعادل الصبحي 1-1، شفت سوري 2-2، شفت المباراه ازاي؟ والله النهارده انا فوجئت بمستوى الاهلي، يعني انا قبل المباراه دي انا قلت ان مجموعه الاهلي مجموعه سهله والاهلي هيتجاوز هذا الفريق بشكل سهل جدا، لكن اكتشفت انه كان صعب على الاهلي اختراقات دفاعاته. التعادل انا شايفه نتيجه لحد ما مرضيه، ولكنها برضو تثير القلق جوه النادي الاهلي. يعني مش الاهلي اللي يتعادل في القاهره مع فيتا كلوب الكونغولي 2-2، انا شايف النتيجه برضو ضعيفه للنادي الاهلي، وعليه انه يجتهد ويكافح في المباريات اللي جوه وبره ملعبه عشان يقدر يعوض ويروح للدور الثاني. بالتاكيد كانت مباراه لوغاريتم للنادي الاهلي، ضيع كتير جدا. كلنا يعني الجميل في النادي الاهلي انه حتى جمهوره هو خسران 1-0 مش منتظر التعادل، لا منتظر المكسب، وده اللي اتحقق بهدفين عن طريق محمد شريف كره اجاييه الاول اللي ارتدت لشريف عطاء، ثم البديل مروان محسن قبل ان تحتسب ركله جزاء لفيتا كلاب الكونغول الفريق المحترم اللي بيؤدي بشكل جيد.
ركلة جزاء مثار شك كبير جدا وجدل كبير، هي صح ولا لا؟ اكيد خبراء التحكيم هيقولوا، انما يبقى انه الاداء البدني للاعبي النادي الاهلي متراجع منذ عودتهم من كاس العالم للانديه، وشفنا ازاي خسروا من سيمبا التنزاني اللي هو بيتصدر المجموعه بيصدر ترتيب المجموعه برصيد 7 نقاط، يليه فيتا الكونغولي ب4 نقاط، ثم النادي الاهلي بنفس الرصيد ولكن يتفوق فيتا بفارق الاهداف، ويقبل المريخ السوداني في المؤخره بنقطه واحده. ده نفس ترتيب تقريبا شكل مجموعه نادي الزمالك اللي بيتصدرها الترجي الرياضي التونسي اللي حقق تقريبا المطلوب منه بالفوز على تونجيس السنغالي على ملعبه 2-1، ثم التعادل خارج ملعبه مع مولوديه الجزائر بهدف لكل منهما، واخيرا الفوز النهارده على نادي الزمالك ب3 اهداف مقابل هدف. ياتي مولوديه الجزائر في المركز الثاني ب5 نقاط ايضا من تعادل بالقاهره السلبي مع الزمالك، ثم تعادل اخر مع الترجي في الجزائر بهدف لكل فريق، والنهارده بيقدر يكسب تونجيز بدكار، ودي النتيجه المفاجاه للمولوديه انه يصل الى النقطه الخامسه من خلالها. يبقى نادي الزمالك عنده نقطتين من تعادلين مع المولودية بالقاهرة وتونجيز بالسنغال والخسارة النهاردة من الترجي، وتونجيز في المؤخرة بنقطة واحدة من تعادل مع الزمالك بدكار. يبقى حظوظ نادي الزمالك إن شاء الله إذا ما استعاد اللاعبون وهؤلاء البوتقة الرائعة من اللاعبين لفرح جمهور الزمالك اتزانهم وتركيزهم، لأنهم قادرون على ذلك، يستطيعون الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، عندهم مباراتين في القاهرة مع الترجي و16 ثم تونجيس والمولودية خارج الديار. ثقتك كبيره يا استاذ صبحي في لاعبي نادي الزمالك ان شاء الله. كمان في قضيه شغلت الناس فتره طويله الايام الاخيره، وهي قضيه اللاعب كهربا اللي مصر لحد النهايه انه يتمرد. كهربا احنا يمكن قلنا كتير انا ومنتصر ويمكن اتشتمنا كتير لهذا السبب، قلنا ان كهربا لن يكون له مكان في النادي الاهلي ومش هيدي النادي الاهلي. كهربا كان في الزمالك ادى التوب بتاعه، بعد كده الكيرف بتاعه ينزل، النهارده بيشارك دقيقه واثنين وثلاثه، دلوقتي مش عاجبه طالع بيعترض، زي ما بنتكلم على بن شرقي بنتكلم على كهربا، اعترض بشكل غير لائق على مدربه موسيمياني، فكانت النتيجه انه بينزل دلوقتي يتدرب مع الناشئين، فريق الناشئين وتغريمه 300,000 علشان يوصل اجمالي تقريبا العقوبات اللي وقعت على كهربا من ساعه ما راح الاهلي للنهارده ما يقرب من 3 مليون جنيه، وده ادعى ان اداره النادي الاهلي دلوقتي بينها وبين نفسها حتى تعتذر على الطريقه اللي انا شايفها كانت غير رياضيه بخطف كهربا من الزمالك عن طريق الكوبري البرتغالي. كهربا النهارده بيثبت ان لعيب متمرد، واعتقد انه اللي حصل منه في الاهلي المره دي هيكون مسمار مهم جدا في نهايه مشواره الكروي، في نعش مشواره الكروي، لانك عند ما تخرج من الزمالك بهذه الطريق وعند ما تنطرد من النادي الاهلي مش هتلاقي حد تلعب له. وان كنت اشك ان كهربا يطرد من النادي الاهلي، لان كهربا عنده تسجيلات لمسؤولين في النادي الاهلي اللي كانوا بيرتبوا معاه مسؤوليه الهروب من الزمالك والعوده الى النادي الاهلي، والوقت في كلام ان احد رجال الاعمال بيتكلم على كهربا انه يمرر له مبلغ مالي محترم ويمشي من الاهلي من غير ما يتكلم ومن غير ما ينبش في قبور الماضي. اتصور ان القضيه دي شغلت الناس فتره كبيره جدا، وانا منتظر رايك فيها يا منتصر. بالتاكيد كلام خطير جدا، انه محاوله زي ما بيقول الاستاذ صبحي اسكات كهربا عن الكلام وذكر التسجيلات لموضوع هروبه او فسق عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك، موضوع خطير جدا محتاج التدقيق والتحقيق من قبل المسؤولين في النادي الاهلي اذا كان الموضوع ده فعلا حقيقي ولا لا، لان هم تبرؤوا من هذه الجزئيه تماما، وهجمنا تماما على ان احنا قلنا انه كهربا عقده سليم مع نادي الزمالك، وان هو خان العيش والملح وهرب قبيل 3 مباريات من نهايه الدوري كان بيتصدره الزمالك عقب الفوز بالكونفدراليه موسم 2019. انما يبقى يا جماعه انه كهربا مدمن مشاكل، مدمن مشاكل من المهد الى اللحد زي ما بيقولوا. تحضرني كلمات كهربا لما بسمعها مع رامز جلال في مجنون رسمي عندما قال انا رجعت بيتي، يعني التزام التزام ما شفناش التزام، انا شلت ور ما شفناش التزام، شفنا 8 مشاكل كل مشكلة فيهم محتاجة أقاويل. يعني كهربا خلال موسم منذ انتقاله للنادي الأهلي في يناير 2020 عبر كوبري أفيش البرتغالي افتعل أزمة في مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير بعد احتداده مع طارق حامد، ثم أثارت أزمة كبيرة عقب اللقاء، تم إيقافه على ضوءها لنهاية الموسم بعد تدخل نادي الحلال ب 10 مباريات فاتحرم النادي الأهلي منه 10 مباريات. دي كانت أول لقطة من كهربا اللي هو غاوي لقطات، ثم جاءت أزمة بعد ذلك عندما احتد على محمد فضل في تسليم
درع الدوري ال 42 للنادي الاهلي بحجه ان بشيل ابن مؤمن زكريا، لا هات ابن مؤمن زكريا وفضل اقدم مذكره وتمت عملت قعده عرب. دي كان كهربا، كهربا اتخانق مع عمرو السوليه ايضا في مباراه المريخ الاخيره بعد ما تلفظ بالفاظ ضد لاعب المريخ السوداني وكانت اثارت ازمه جدليه. كهربا تم تغريمه مليون كاكبر غرامه من النادي الاهلي للاعب في تاريخه بعد ابو تريكه لما اعترض على نزول مباراه انبي، لو نذكر نص مليون جنيه كهربا مليون بسم الله ما شاء الله، لما احتد على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وتلفظ بالفاظ قاسيه للاستاذ عبد الحفيظ في غرف خلع الملابس. كهربا هو كهربا لا يتغير ولا يتبدل والطبع يغلب التطبع. ده نفس الازمات اللي اثرها في نادي الزمالك، ولكن في نادي الزمالك زي ما الاستاذ صبحي ممكن كمان يكمل في الجزئيه كان بيتم عقابه حتى لما بثق على جمهور الزمالك، ويا لها من كارثه انه يفعل ذلك، حتى لما اشتبك كان بيتم عقابه ويتم تغريمه، انما كهربا كان يصر دائما على التجاوز. لا، هي اداره الزمالك في شك كانت بتروض كهربا وكانت بتاخد منه اللي هي عايزاه. نبعد شويه عن قضيه كهربا ونتكلم عن احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك اللي يبدو ان في كوبري جديد بيتم بناؤه الاله عبر النادي الاهلي عشان ينتقل كهربا ايضا، عشان ينتقل زيزو لاحد الدوريات الضعيفه خارجيا ثم يعود على النادي الاهلي وكانها كره، وكان الزمالك اصبح يعني تقريبا صيد سهل للنادي الاهلي، كل ما لعيب يبرز في الزمالك بندور على ثغره في عقده بنقعد معاه. الكلام على 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 مسؤوليه مصطفى يونس نجم الاهلي الكبير قال ان في جلسه جمعت النادي الاهلي مسؤولين من النادي الاهلي مع والد اللاعب ومع زيزو نفسه، والراجل رحب جدا انه ينتقل للنادي الاهلي. وانا بقول له زيزو لو ركبت نفس الموجه هيبقى نهايتك هي نفس نهايه كهربا، لان كره القدم بتحتاج تركيز وبتحتاج اخلاص. حتى لو انت عايز تروح النادي الاهلي روح بشكل شرعي، استنى عقدك ينتهي وروح امضي للنادي الاهلي، اما انك تكرر تاني الكره وتدخل جماهير الزمالك معاك في دوامه جديده طبعا مساله مرفوضه جدا، وانا شايفها يعني تقيله. اذا كنت انت بتبيع الزمالك من دلوقتي، انا قلت في الانترو في البدايه اللي عايز يمشي من الزمالك منتصر مع السلامه، فاذا كان زيزو او غير سيد زيزو بالتاكيد هتبقى خطا جسيم جدا من اداره الكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي انه يعني فاوض او يلعبوا في دماغ لاعب متعاقد مع نادي الزمالك، خاصه في ظل هذه الظروف. انا في اعتقادي ان المسؤولين عن الرياضه في مصر عقدوا جلسه ما بين مسؤولي الفريقين او المسؤول الناديين الكبيرين الزمالك والاهلي، وتم اتفاق جنتلمان انت لا تقرب لي ولا انا اقرب لك خاصه في هذه الفتره. فبالتالي النهارده انه الكلام على عهده الكابتن مصطفى يونس نجم الاهلي الكبير انه يذكر ان هناك جلسه زي ما الاستاذ صبحي تفضل وقال ما بين والد كهربا و سوري والد مش عارف حكايه كهربا والد زيزو ومسؤول النادي الاهلي مسؤول النادي الاهلي انه النهارده يشوفوا ثغره ازاي ممكن يطلع بره يدخل جوه يفسخ يعمل انه يروح النادي الاهلي، شايف هيبقى عار وصمه عار الكابتن محمود الخطيب الذي يتصدق دائما ما وهو مجلسه بالمبادئ والاخلاق وعدم خطف اللاعبين، خاصه ان قصه انه كهربا يعني جه للنادي اللي قاف في الشارع وراح خده اللي قام معدي بعد ما خلص مع فيش البرتغال خده، حتى كهربا وقتها ما كانش خلص مع فيش، ده راجل لعب 6 ماتشات وقعد في بيتهم مستني شهرين عشان يجي يناير ويروح، يعني حتى ما التزمش مع الفريق بتاعه. فبالتالي النهارده الموضوع بيدمه تقيل جدا ويعني بيدي رساله للجماهير لزياده التعصب ما بين الجمهورين وليس نبذ التعصب كما يدعي الاخرون. طيب ما دام الحلقه كلها مشاكل وكلها اثاره، احنا يمكن شفنا الاسبوع ده منتصر كان فيه مباراه في دوري الدرجه الثالثه بين منيه سمنود مع مركز بداوي. هذه المباراه شهدت حته علقه الحكم المباراه بجد ما شفتهاش قبل كده الا سيد عبد السيد عبد الحفيظ، ده كان الراجل بتاع السودان اللي كان بيذيع مباراه، الفيديو موجود معانا حتى يمكن على الشاشه. الراجل اتعرض للضرب المبرح من جهاز فني بالكامل ولاعبين، واعتقد اتحاد كره القدم خد عقوبات كبيره جدا في حق الفريق. لكن يمكن معانا حد احد الحكام اللي موجودين كان عايز محمد يعمل مداخله تقريبا يوضح لنا الصوره ويتكلم على مزيد من الموضوع، يا ريت يكون معانا. الشغب في ملاعب مصر بقى مساله لا يجب السكوت عليها. بالتاكيد حاجه يعني مش لطيفه ومش كويسه، بس يبقى انك انت تطبق القانون على المشاغبين وتتخذ اجراءات رادعه ضد الجماهير المنفلته او ضد اللاعبين المنفلتين، ده حاجه مهمه جدا من الاستاذ احمد مجاهد اللي مشغول بالتواجد في دعم المهندس انا بوريده اللي النهارده الراجل رئيس سان داونز بيفوز برئاسه الكاف خلف الاحمد احمد، وشفنا قد ايه الصحبه الحلوه بتاعت جياني ايفانتينيو رئيس الفيفا بتتلم النهارده في المغرب، وبيتم يعني الانتخابات على الكيف وعلى المزاج زي ما بيقولوا، ما فيهاش مفاجآت خالص، والراجل اللي عايزينه
جابوه، خاصة انه راجل متجوز اخت رئيس جنوب افريقيا، فالموضوع يعني زيتنا في دقيقنا واللي احنا عايزينه. يبقى يا استاذ احمد مجاهد ترجع لنا بالسلامة، وان شاء الله تشوف ازمات الملاعب والمشاغبين دي النهاردة زي ما فضلت المصلحة العليا، وخفضت عقوبة محمد الشناوي لاعب النادي الاهلي من 4 مباريات لمباراة. وبالمناسبة وصلتني معلومة جدا انه احمد الشناوي من الحمول، والكابتن احمد مجاهد من الحمول، وانه اللي ودى النادي الاهلي محمد الشناوي، ودى محمد الشناوي النادي الاهلي وهو صغير، كان استاذ احمد مجاهد. من طيب هنا تشوف المصلحه الاولى. طب يا منتصر، ناخد مداخله يعني شقيق الحكم اللي تم الاعتداء عليه. احنا عارفين طبعا الحكام ممنوعين يتكلموا في وسائل الاعلام. اعتقد معانا شقيق الحكم، لو مداخله يا محمد يتفضل معانا. معاك يا كابتن. اتفضل اتفضل، احكي لنا انت اكتر، انت سمعتنا قول لنا التفاصيل اللي عندك ايه. السلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام، اهلا بيك. الاسم ايه بقى؟ ارحب بحضرتك كابتن صبحي وكابتن منتصر. اهلا بيك كابتن. حضرتك انا عايز بس اتكلم في القرارات بعد اذنك اول حاجه، بس يعني وقتنا قدامك 5 دقايق. حلو كده، يلا توكل على الله. معاك معاك يا كابتن. عايز اتكلم في القرارات. اتفضل اتفضل اتكلم. حضرتك دلوقتي دوري القسم الثالث هو هينتهي كمان اخر الموسم ده، مفيش شهرين ثلاثه. في ايه بقى بدل الناس اللي ضربت الحق ان هي تاخد سنه وترجع تكرر ايه عملته السنه الجايه دي؟ اول وجهه نظر. طب عايزنا نعدمهم يعني ولا ايه؟ الكابتن جاد توفيق، الكابتن جاد توفيق اللي هو ابو ترينج ازرق، نزل من العصور. ايوه اتفضل. نزل من العصور يا كابتن واعتدى بالضرب على الحكم وما خدش دقيقه واحده. فانا من خلال حضرتك ومن خلال الاستاذ منتصر والاستاذ صبحي اتفضل يعني بطالب بلجنة الانضباط بتوقيع اقصى العقوبة على الكابتن جاد توفيق، عشان هو اصلا لو رجعنا قراراته في الاتحاد ان هو موقوف على طول وبتعرض للوقف. الكابتن جاد توفيق ده اللي هو مدير الكرة في فريق مدير الكرة. فريق ايه؟ مدير الكرة في مني السمنودو ولا في بداوي؟ بداوي. لا هو مدير الكرة في في شباب بداوي. هو اللي اعتدى بالضرب. اللي هي الفرقة الضيف يا كابتن. هو اللي اعتدى بالضرب وما خدش 5 دقايق على بعض، ما اتحكمش عليها كده، ما توقفش ولا فيش اي اجراءات. وقرارات حضرتك انت عارضها دلوقتي على القناه مع حضرتك. طبعا معايا. وهنا كنت عايز بس اوضح نقطه. اتفضل. ان مدير الكره ده هو بيجي البلد عندنا في ماتشات الناشئين، والبلد هنا مشحونه بسبب موضوع كابتن احمد، فاحنا عايزين نمنع مشكله باتخاذ قرار سليم ضده عشان نمنع مشاكل في البلد، واحنا مش بتوع مشاكل، احنا عايزين حق كابتن احمد ورقه وقلم وقانون. فانا بناشد من خلال حضرتك سياده المستشار سيد بنداري والاستاذ احمد مصطفى والاستاذ وائل يوسف والاستاذ كريم سلامه باعاده النظر في القرارات المتاخده من خلال برنامج حضرتك، وابقى شاكر جدا عشان نمنع حدوث مشكله. طيب يعني خليني اقول لك حاجه صغيره، انتوا عندكم قعده عرب، وقعدات العرب بقت مشروعه دلوقتي في كره القدم المصريه، طالما انكم على علاقه وجيران، ايه المانع تتكلموا مع بعض وتحلوا الموضوع ودي؟ يا كابتن بعد اذن حضرتك، هو انت حضرتك تضربني قدام جمهوريه مصر العربيه وتيجي تصالحني قدام بلد في قعده عرب؟ انا لازم حق يجي قدام جمهوريه مصر العربيه عشان يرد كرامه الحكم قدام اهله واخواته وبنته والناس كلها بكل رساله حب وسلام. عندك وانتوا حضراتكم اهل المصداقيه والشفافيه دي. عندك حق، لانه اللوائح لازم تطبق على الكبير والصغير، لانه بالتاكيد النهارده هو اخطا خطا كبير جدا ولازم يتم ايقافه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. لو تم الاعتداء من خلال الكابتن ده اللي هو جاد توفيق مره ثانيه بكرره جاد توفيق، خلي بالك هو له حق الرد، احنا برضه احنا بنسمع منك انت. اللجنه او ان هم المسؤولين فوق، ده كان هيبقى نفس القرار؟ ده السؤال بقى تساله لجنه انضباط ولجنه المسابقات في اتحاد الكوره، مش انا من حق. خلال حضرتك بنناشد بكل رساله حب، بنوصل صوتك ليهم. شكرا جدا، كنت معانا على التليفون. قضيه برضه متكرره على فكره سنويا في دوري الدرجه الثانيه والثالثه بيحصل فيهم مهازل. تعالى اكيد يعني كلنا ثقه في المستشار السيد البنداري ولجنه المسابقات للقسم الثالث انها تتخذ الاجراءات الرادعه والتي يعني ليها ما اطار في اللوائح والقوانين وتطبق على الناس عشان الناس تحس انها يعني النهارده اللي بيغلط بياخد جزاء عمله يعني. طيب استاذنكم نطلع فاصل صغير ونستقبل فيه المحللين الشباب بتوعنا الرائعين اسلام جمال وكريم محمد، انتظرونا. أه
اهلا بكم، رجعنا لكم مره ثانيه. فقرتنا النهارده ثريه، فقره فنيه، تحليل من المطبخ. معانا النهارده اتنين شباب من المدرج زي ما بيقولوا، انما مثقفين واعيين فاهمين. هنقدر النهارده نتكلم عن ماتشين اللي لسه خلصانين، الشغل الشاغل للراي العام وللشارع الكروي كله، بالتاكيد مباراه الزمالك والترجي وايضا الاهلي وفيتا كلاب. خلونا نرحب الاول باسلام جمال. اهلا بك يا اسلام. اهلا بك يا استاذ منتصر، واهلا بك يا استاذ صبحي. شرف ليا التواجد معاكم، وسعيد جدا بالانضمام معاكم. واهلا بك يا كريم محمد، النهارده منورنا ومشرفنا حبيبي يا استاذ منتصر. تحت طبعا ليك واستاذ صبحي واستاذ اسلام وكل متابعينكم وكل مشاهدينكم في كل مكان. وان شاء الله النهارده نعمل حاجه تكون مختلفه بالنسبه للناس. اهلا بك يا كريم، واهلا بكريستيان جروس معانا النهارده. شبه كبير جدا. جدا صح. كريم، انا عارف ان ليك، انت محلل اداء في الاساس مش كده؟ كلمنا بسرعه كده عن تجربتك قبل ما نخش في المعركه اللي احنا فيها. تجربتي كانت في البدايه كنت بحلل الدوري الانجليزي في اذاعه شباب الرياضه، قعدت حوالي 3 سنين بس انا حللت في اذاعه شباب الرياضه. يمكن جميع الاحداث الرياضيه بقى، كاس عالم 2018، 2017 كاس الامم الافريقيه، 2019 كاس الامم الافريقيه في قناه الشروق الجزائريه، كنت في البطوله اللي خدها المنتخب الجزائري في مصر، وكمان كان ايه تاني، كل الاحداث، كاس العالم للقارات، كله. انا سالتك ليه؟ لان انا سمعت اكتر من مره وانا مقتنع جدا بيك، انت محلل رائع جدا حبيبي، واحسن من ناس كتير شغاله وعندها اسماء حبيبي. بس اكيد فرصتك هتيجي وهتبقى حاجه كبيره. والله الحمد لله، يعني متواجد دلوقتي بحال الدوري الليبي، خلاص من اول اسبوع الجاي واخد اول ماتش في الدوري العراقي في قناه الشباب سبورت الحاصله على حول بث الدوري العراقي، واخد الزوراء والقوة الجوية، ديربي نجز الزمالك والاهلي. فمتواجد الحمد لله بشكل كويس. كنت متواجد مع كابتن سامي الشيشيني في اسوان كمحلل اداء، وعملنا اعتقد يعني بشكل كويس، ومشينا الى حد ما في حدود الامكانيات بشكل كويس، انا وكابتن امير عبد العزيز والكابتن سامح اسماعيل. وكنت في اذاعه شباب الرياضه قعدت فتره كبيره، يعني 3 سنين دوري ابطال اوروبا، كمان الدوري الانجليزي، 3 نسخ بتوع صلاح. فلحد ما يعني الزمالك والترجي 3-1، شفت الماتش ازاي يا اسلام؟ والله يعني قبل الماتش ما نتكلم فيه، في احصائيات بتبقى رقميه وفي احصائيات بتبقى مع الخريطه الحراريه ومع تحركات اللعيبه. خلينا نتكلم رقميا، في شويه حاجات لازم نسلط الضوء عليهم في البدايه قبل المباراه، الا وهي ترتيب الزمالك والترجي في الدوري والشكل العام للزمالك والترجي في الدوري المصري والتونسي. يعني خلينا نقول ان الزمالك لعب 13 مباراه، فاز في 9 وتعادل في 3 وهزيمه مباراه واحده، وبيحتل المركز الاول. طبعا الاهلي لسه ناقص له مباريات مؤجله، 3 مباريات مؤجله. تمام، عايزين نطلع ان التسعه دول، التسعه ماتشات اللي الزمالك لعبهم، عمل في منهم 5 ماتشات في من التسعه اللي فاز بيهم، يعني بتتكلم في اكتر من حوالي 60% او 60% من مجموع فوزه، كان دايما بينتصر او بيحط هدف او هدفين في اول ثلث ساعه. تمام، كان دايما التركيز والفوكس في اول ربع ساعه، في اول ثلث ساعه انا عايز اجيب جون. شفنا في انبي ده، شفنا في سموحه ده، شفنا في المقصه، وشفنا في طلائع الجيش ده. ده الشكل العام بتاع الزمالك الهجومي في اول 9 ماتشات او 5 ماتشات من التسعه، ان انت دايما مركز ونازل وعندك اللياقه الذهنيه وعندك الدوافع ان انت نازل تخلص الجيم من بدري وتسهل الجيم على نفسك من بدري. ده ممكن حصل من الاسبوع الثامن. بعد الاسبوع الثامن الزمالك شكله اتغير، الزمالك حاله التركيز راحت، حاله التوهان موجوده، عدم وجود اللياقه الذهنيه، عدم وجود الدوافع، ودي مهمه جدا، ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده لان ما كانتش باينه النهارده. ده كموقف الزمالك في الدوري. لكن لو نتكلم على موقف مثلا الترجي في الدوري، هو محتل الصداره ب 37 نقطة، متفوق على الوصيف صفاقس ب 27 نقطة. يمكن هو انهزم هزيمة واحدة وتعادل تعادل واحد وفاز في 12 مباراة. يمكن الهزيمة اللي خسرها كان من الصفاقس اللي هو الوصيف اللي معاه في الترتيب، فهو بينفرد بشكل كبير جدا 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 عن الصدارة وقريب جدا من تحقيق اللقب الخامس. ده شكل الاثنين او الفرقتين في الدوري، موقفهم قبل المباراه. موقفهم قبل المباراه. ولو جينا حتى نشوف هدافين الفريق الترجي التونسي في الدوري، يعني هنلاقي ان كل الفريق هداف، مفيش هداف بيقف عليه. يعني طه ياسين الخنيسي جاب 5 تجوان، انيس البدري رجع بعد رحلته بالسعوديه الفاشله، رجع الثاني
للترجي لبيته جاب 4 أهداف، علاء الدين المرزوقي جايب، محمد علي بن رمضان اللي سجل النهارده هدفين في الزمالك جايب هدفين، فانت بتتكلم في حسني كوليبالي بيجيب اهداف، توجي اللي هو حط الجون الثاني بيجيب اهداف في الدوري، بن غيس عبد الرؤوف بن غيس الجزائري وحمدي الهوني، الفرقه كلها هدافه. يعني انت لو بتتكلم هم جايبين 24 جون في الدوري متوزعه حوالي على 10 او 12 لعيب، فالفرقه كلها عندها الامكانيات الهجوميه وعندها الفينش الجيد، وده اللي بيميزه عن اي فريق دلوقتي موجود في افريقيا هو الترجي، نظرا للسكواد بتاعه قوي، عنده دكه وعنده اساسيين، حافظ على القوام بتاع السنه اللي فاتت وزود عليه كمان عكس ما الزمالك عمل تماما، ان الزمالك كانت مشكلته في دكته الموسم الماضي، ولكن مش ما جابش دكه، لا ده مشى كمان من الاساسيين من الاطراف زي واحد زي اونجم وجاسترايكر مصطفى محمد ايا كان مين المتسبب. يعني دي اسباب الخساره من وجهه نظرك؟ احنا بنتكلم بشكل عام طبعا دي اسباب الخساره. مستحيل انت بتبقى داخل على بطوله كبيره بتبقى محتاجه سكواد كبير، بطوله ليها حساباتها زي الدوري ودوري ابطال افريقيا محتاجه دكه قويه طبعا. من يفوز ومن ينتصر في هذه البطوله تشامبيونز الكبيره دي الطويله تبقى محتاجه لدكه قويه. ليه؟ محتاجه لحسابات كتير. النهارده في حد مصاب، في حد النهارده معاه انذارين، في حد موقوف، بيبقى فيه في كل مركز لاعب او اتنين بدلاء. خلينا نتكلم تاريخيا، تاريخيا الزمالك لما بيكتمل دكته زي موسم 2002 2003 حصل على 7 بطولات زي الموسم الماضي لما الزمالك كان في 14 15 مع جوزفالدو فيريرا الموسم الاعجازي حصل على الدوري والكاس، كان الزمالك ستاند باي من باتشيكو من ولايته الاولى لجوزفالدو فيريرا، كان كل اللعيبه جاهزه. النهارده كان في المهاجم في مركز المهاجم بس بتتكلم كان في خالد قمر، في باسم مرسي، في اكتر من 14 لعيب بالظبط في 14 15 تمتلك دكه قويه تقدر تاخد بطوله طويله. هايل. خلينا نتنقل بقى للاهلي مع كريم. تابعت النهارده ماتش الاهلي ازاي؟ والتعادل برضه كان نتيجه مفاجاه لجميع الاهلي زي هزيمه الزمالك امام الترجي. مستر موسيماني لازم يفهم حاجه في الكوره، مش كل مره تبتدي غلط وتحاول ان انت تعدل اثناء المباراه تكسب. عملها في طلاع الجيش بدا غلط، لازم نفهم حاجه ان ويرتر بواليا جه النادي الاهلي بطريقه عشوائيه جدا جدا. النهارده لو جينا شفنا زي ما بنعمل في اوروبا او الناس بقى البروفيشنال في اوروبا والمسؤولين في اوروبا لما بيجي يجيب لعيب بيشوف الاهداف بتاعته بيسجلها ازاي. كل الاهداف اللي سجلها ويلتر بواليا مع جونا كلها كور بيروح من نص الملعب، فبالتالي بيكون خد كل القرارات اثناء الجري في حوالي 20 30 متر، فبالتالي بيعرف ياخد القرار المناسب الى حد كبير جدا. ولكن في النادي الاهلي انت دايما بتلعب فرق بتلعب بزون، بتلعب بالعشر تحت الكوره، بتحاول تلعب بتنظيم دفاعي، فانت عايز المهاجم اللي بيعرف ياخد القرار بشكل لحظي. اكبر دليل على كلامي الهدف الوحيد اللي جابه ويرتر بواليا اعتقد مع النادي الاهلي في الدحيل اللي هو اتلغى، جري من نص الملعب وراح من فرات كبير جدا. هو عايز يروح من نص الملعب، عايز الاهداف دي، هو عنده من السرعه وعنده من القوه، ولكن النهارده الكور كتيره جدا بتحرك غلط. يعني انت النهارده رقم 9 في ال 18 الكوره بتقع من ايد الحارس مرتين وانت مش اللي بتعمل فولو على الكوره، دي كلها تفاصيل كان لازم النادي الاهلي قبل ما يتعاقب. هو ده عيب في بواليا ولا سوء توظيف من موسيماني ليه؟ لا هو ده امكانياته مش النادي الاهلي، اختيار هو مش زي كاسونجو لعيب بس مش النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي 90% 95% من الفرق اللي بيلعبها بتلعب زون ديفنس قدام النادي الاهلي. بواليا ممكن ينفع امتى النادي الاهلي؟ لما يروح يلعب الترجي في تونس والاهلي يلعب بالنص ملعبه بيلعب بافكار دفاعيه نسبان، يعرف يجري في المساحات الى حد كبير، ولكن هو مش مهاجم تسعه، مش مصطفى محمد، مش مصطفى محمد اللي بيعمل تك جول، لان في دي مهاره في علم الكوره يقول لك ان المهاجم اللي بيلعب تحت ضغط في وسط الزحمه دي مهاره خاصه غير المهاجم زي كاسونجو. اعتقد ان بواليا ما قدمش اللي قدمه كاسونجو مع الاتحاد. كاسونجو كان اقوى بكتير جدا وكان هو هداف الدوري الموسمين وكان افضل بكتير جدا من بواليا، ولكن برضه لما راح نادي الزمالك مش المهاجم اللي بيلعب الكوره من مره واحده، مش المهاجم اللي يعرف يلعب الكوره في زياده عدديه وفي وسط الزحمه، ودي مهاره خاصه بالنسبه للعيبه. النهارده برضه بدا غلط، حسين الشحات لازم يقعد شويه. حسين الشحات لعيب مع احترامي الكامل ليه ما لعبش في النادي الاهلي، الاهلي كتير جدا عليه كحسين الشحات كامكانيات، كلاعب ما عندوش دوافع في الملعب، كلاعب ما عندوش طموح حتى في الملعب. حتى طاهر محمد طاهر لما بينزل شخصيه مش لعيب النادي الاهلي شخصيه وما عندوش مقومات النادي الاهلي. النهارده تعال نشوف كام كوره بتنتهي الهجمه بتاعت النادي الاهلي عند حسين الشحات. نفسي كتير موضوع كتير احداد، نفس موضوع احداد. النهارده انا النهارده لما كنت بحلل ماتش الزمالك في احدى المواقع اول ما شفت احداد قلت النهارده كل الفرص بتاعت الزمالك هتنتهي عند احداد، وده اللي حصل بالفعل. النهارده كل اللي حصل برده من احداد
الكرات كلها بتقطع من الزمالك او الهجمه دايما بتنتهي عند حميد احداد. ده برضو بيحصل عند حسين الشحات، وبرضو بواليا كان تسعة طلعه نزل مروان محسن، ولما طلع حسين الشحات ونزل محمد شريف الملعب اتعادل نسبيا، اصبح عندك عمق هجومي اكتر من الشوط الاول، لان بواليا زي ما اتكلمت مش مهاجم رقم تسعة في المنظومه بتاعت النادي الاهلي، اللي يلعب بدماغه، اللي قادر يخلق مساحات، التارجت مان اللي يتحرك في الوقت المناسب، اللي يكون عنده تايمنج، حاجات دي كلها مش موجوده في بواليا تماما. ولكن مروان رغم ان هو مروان في الفتره دي بيعدي بظروف صعبه جدا، مش في المستوى الطبيعي بتاعه، ولكن عشان هو في الفتره دي بقى له 3 سنوات يعني تقريبا، بس عشان هو لعيب عنده الادوار دي حتى لو اقل من بواليا، بس عرف يشتغل ان هو عنده الادوار. يعني ايه؟ يعني ايه في الكوره؟ يعني انت ممكن تجيب النهارده سنتر باك تلعبه باك شمال، ممكن ما يقدهاش بشكل كويس، لكن لما اجيب باك شمال عارف الادوار الباك شمال وهو اقل من الباك ليفت، ده امكانيات كتير جدا، او اقوى يعني اقل من باك ليفت الاساسي، ولكن حافظ ادوار المكان افضل ما بتجيب لعيب هو مش حافظ الادوار دي تماما. فده النهارده اللي حصل، مروان محسن اقل من بواليا سرعه قوه، لكن هو عارف ازاي يخلص الكره من لمسه واحده، دي مش عند بواليا تماما. جات له كذا كوره الشوط الاول، لعيب صندوق تقصد يعني؟ لعيب صندوق، لعيب صندوق حافظ حتى لو هو اقل في الامكانيات، ولكن حافظ الوجبات. النهارده لما بنجيب محمود وحيد وبيلعب ناحيه الشمال اقل كتير جدا من علي معلول طبعا، لكن افضل بكتير جدا ما اجيب لعيب مش حافظ الوجبات دي اصلا مش مركز وتلعبوا فيها. هو بواليا مش اللعيب اللي يلعب تسعه في ظل الافكار بتاعت مستر موسيماني. انا كنت متوقع النهارده ان الاهلي هيعاني نسبان بعد لقاء طلاع الجيش، كابتن عبد الحميد بسيوني عمل واحده من افضل المباريات، ولكن بس التغييرات اللي كانت في اخر 10 دقائق اللي نقدر نقول ان هو خاف احمد سمير لما خرج، وعمرو جمال ادى دفعه كبيره جدا للاثنين سنتر باك والاظهره ان هم يشتغلوا بقى في مناطق طلاع الجيش الى حد كبير. فالنهارده مستر موسيماني بدا غلط، حاول يعالج، كان بيلعب فرقه عندها بقى كواليتي وعندها سيستم وعندها نظام لعب، ضايقته الى حد كبير. اسلام نفس الكلام، يعني النهارده كريم بيتكلم على انه موسيماني بيبدا دايما غلط ويحاول يصلح، بيبقى تستوليت يعني الوقت متاخر جدا. انما باتشيكو نفس الكلام، يعني اذا كان موسيماني خواف فباتشيكو دايما متردد. تمام، احنا اتكلمنا باتشيكو بيبدا غلط وبيكمل غلط ما بيصلحش. لا هو مش الموضوع مش بالشكل ده قوي، في وجهه نظري يعني واحترامي لحضرتك، احنا اتكلمنا بلغه الارقام، خلينا نتكلم بدري شويه قبل اللقاء، يعني نشوف المؤتمر الصحفي حاله الفريق المعنويه والنفسيه عامله ازاي، تفرق قوي. لما تشوف المؤتمر الصحفي مين اللي حضره؟ رؤى، حاجه غريبه جدا. لا بس ده سيستم في الزمالك، لان احنا كنا بنسافر معاهم كان دايما بيختاروا لعيب يعني مش هيلعب يبقى فاضي يحضر المؤتمر الصحفي عشان ما يركبش عربيه. انا ارى ان شيكابالا الموضوع ملوش علاقه بال... يبقى في كباتن، لا لا يبقى ده بروتوكول بغض النظر، يعني اصل انا مش هطلع كلاعيبه اطلع اقول اسرار فرقتي واتكلم. لا هو مش اسرار، انت بتتكلم في الكباتن او الناس الهيد اللي في الفريق يعني كمعلومه، عشان احنا كنا الصبح بنسافر معاهم دايما بيختاروا لعيب بره يعني مش هيلعب من الاخر، بيدي له حته معنويه يحضر مؤتمر صحفي. علامه استفهام بالنسبه لباتشيكو، انت النهارده ماتش وادي دجله اللي هو البروفا الاخيره قبل مباراه الترجي، احداد ما كانش موجود خالص عندك، يعني كان على الدكه وما شاركتوش من البدايه، وكاحتياطي ما نزلتوش، يعني انت استعنت باسامه فيصل بدلا منه، استعنت بمروان حمدي بدلا منه، وبدات بالجزيري مباراه دجله. انت النهارده لو عندك اي نيه في اشراك احداد في مباراه ترجي، على الاقل كنت هتديله 10 دقائق او ربع ساعه في مباراه دجله، لان هو خاصه هو راجع من الاصابه، فدي علامه استفهام و100 علامه تعجب بالنسبه لباتشيكو. كنت تفضل يبدا بمين؟ يبدا باللي بدا بيه، يعني النهارده انت بتتكلم انت بتزق اسامه فيصل، لا لا مش طبعا مش مقيد، بدات باسامه فيصل ماتش السنغال، واسامه فيصل نزل كاحتياطي في ماتش وادي دجله، ابدا باسامه فيصل وخلي احداث ستاند باي معاك على حسب سيناريو اللقاء، محتاج فيرو الثاني او اسامه فيصل مش موفق تقدر تغيره او تبدله، لكن مره واحده انت بتقحم احداد، هو راجع من الاصابه وما زقيتوش ماتش دجله، فكانت حاجه غريبه جدا وعلامه استفهام غريبه قوي بالنسبه لمستر باتشيكو. انا مش فاهم بجد التغييره دي. يعني انت بدات هناك باسامه فيصل والنهارده بتبعد اسامه فيصل وبتزق بحميد احداد، بس كان ليه بعيد خالص، هو خلينا خلى الناس زعلت منه اكتر، يعني النهارده كان ليه غرض تكتيكي جدا على حميد احداد، كان ليه غرض تكتيكي في الملعب على فكره. يعني هو هي الفكره كلها الغرض التكتيكي انه يطلع 3-1 غلط، لا لا كان ليه غرض، ما عملش ليه غرض، لان هو وصل حميد احداد 3 مرات للجول، كان ليه غرض ان اشرف بن شرقي لما كان بيخش يعمل زياده عدديه مع اوباما في نص الملعب، هو اللي كان بيروح مطرح اشرف، هو اللي كان بيروح على اطراف الملعب، هو وصله فعلا، بس هو حميد امكانياته هو هو يعني. هو سواء كده او كده الزمالك بيصل للمرمى يعني لو كتير احنا بنتكلم في احصائيه مرعبه، الماتشين اللي فاتوا ماتش المولوديه وتونجي، الاثنين اللي في القاهره واللي في السنغال بتتكلم في 35 تسديده على المرمى، 35 تسديد على المرمى، 0 جوال، 54 عرضيه، 21 كورنر،
زيرو بالظبط كده، اهداف محصله زيرو، انتاجيه زيرو. فانت بتتكلم انت بتوصل وبتروح، هنرجع تاني للغه الاحصائيات والارقام، فين الفوكس اللي انت كنت عامله في 5 ماتشات في الدوري واللي انت بدات بيه في اول ربع ساعه مركز ان انت تنزل تجيب جون. غياب الدوافع، انا رايح النهارده تونس اعمل ايه، رايح النهارده عايز ايه من مباراه تونس بعد تعادلين، بعد تعادلين الحاله الفنيه للفريق والحاله الذهنيه قبل الحاله الفنيه، هل الفريق بتحضر ذهنيا كويس؟ دوافع الفريق عايز تخلص، يعني النهارده احنا شفنا، نتكلم بشكل فني اكتر، النهارده شفنا في اول 20 دقيقه الترجي نازر راهب الزمالك، ورهب الزمالك وكمل رهبه بعد ما احرز الهدف الثالث وبعد ما ابو الفتوح اطرد، فتوح اطرد. انت بتتكلم ان الترجي محترم الزمالك قوي، وفرقه السنغال محترمه الزمالك قوي زي ما احنا شفنا المباراه الماضيه في السنغال، لكن لعيبه الزمالك عارفين قيمه الزمالك، ولعيبه الزمالك يعني منافس محترم الزمالك، لكن لعيبه الزمالك انا شايف ان هم مش محترمين الزمالك ومش عارفين قيمه الفانيلا اللي هم بيلعبوا بيها. النهارده اول 20 دقيقه الزمالك هو اللي رايح، في كرة في الدقيقة 8 بن شرقي ورايح من العمق تحول من الجناح لمركز 10، وحداد فاتح على الشمال وأوباما يفتح له على اليمين جون، يروح ثرو باص جون، أو يفضي مع تحرك أوباما على اليمين يفضي وياخد عين الديفنس معاه وياخد الدفاع معاه، يفضي بن شرقي إن هو يزيد أو يشوط. لقينا أوباما داخل في العمق الملعب وداخل بيزنق على بن شرقي وقافل الملعب على بن شرقي، الكرة اتقطعت، كان تمركز غريب وحالة ذهنية غريبة. طب ايه رأيك ناخد معانا كابتن حسين عبد اللطيف على التليفون برضو نتكلم عن ظروف مباراة النهاردة. كابتن حسين مساء الفل. مساء الفل يا صبحي، وحشني اخبارك. وانت اكتر والله، ربنا يخليك، تحياتي ليك وتحياتي لاخويا منتصر رفاعي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن حسين بيك. نجم مصر ونجم نادي الزمالك والمدرب القدير المحترم اللي دايما بيشرفنا وينورنا. حبيبي يا صبحي معانا. الناس زعلانه النهارده يا كابتن حسين قوي من الزمالك، من لعيبه وباتشيكو، انت شايف موقف الزمالك ازاي بعد الخساره النهارده؟ والله طبعا اكيد كلنا حزنانين، كلنا متضايقين. يمكن يا الصبح يعني انا مش هختصر لك الامور، بس لحد الدقيقه 40 تكاد تكون الامور كانت عاديه. يعني الزمالك لحد ما بيوصل احداد، ان كان ليا تحفظ عليه ان هو يبقى راس حربه، يعني اضاع اكتر من فرصه، كان ممكن يبقى ليهم استغلال افضل من كده. يعني كان رايي انا العب سترايكر صريح، محطه حتى لو كان اسامه فيصل. اسامه فيصل ما هو الوحيد الموجود، ما انا قصدي كده، وهو ولد كويس على فكره، وانا شايف ان هو يفوق احداث بمراحل. يعني يا اما كان يلعب اوباما راس حربه ويلعب بامام عاشور مثلا في نص الملعب ثالث مع اساسي ومع طارق حامد. يعني بالإضافة أنا كنت شايف أن ممكن الونش ومحمد عبد الغني كان ليه تحفظ في البداية ما يلعبوش مع بعض. أنا كان رأيي محمود علاء والونش، يعني إلى حد ما محمود علاء ليه ستايل مختلف عن الاثنين، الاثنين تيبكال زي بعض وعنده خبرات. أنا كان ممكن محمود علاء يبقى مع الونش، قصدي وكده، يعني بيلعب مع بعض طول عمرهم يعني. لكن الأمور يا الصبحي هي الحقيقة صعبت، ولكن الزمالك دايما وأبدا بيحطنا في كورنر وبيحطنا في مشكلة، ولكن بيقدر برضو بإذن الله يطلع من المأزق ده. يعني يستطيع الزمالك إن شاء الله أن يلعب على الثلاث مباريات للفوز فقط لا غير، ودي في كرة القدم واردة، وإمكانيات لاعبة نادي الزمالك تقول كده تقول كده. باتشيكو ليه تحفظات عليه للصبح للأمانة. قولها لنا يا كابتن حسين، قولها لنا، احنا سامعينك. لا يعني عنده حاجات غريبة أحياناً، بينهي بماتش مثلا يكون فيه التغييرات اثرت بشكل ايجابي لصالح الفريق، تيجي تلاقي الماتش اللي بعده على طول يبقى ايه، بادئ من اول وجديد، مش بادئ بما انتهى اليه، بيجرب كتير، بادئ بالشكل اللي بدا بيه في الاول. وده في عرف الكوره، يعني انا كمدرب لما بعمل تغييرات يا استاذ صبحي في الشوط الثاني، والتغييرات دي بتسفر عن نتيجه ايجابيه، والولاد اللي غيرتهم مثلا كويسين وقدتوا كويس وكسبنا، فباجي الماتش اللي بعديه على طول تلقائي ببدا بيهم بديله، وده حقهم وده الامر الطبيعي. هو لا، بيعمل عكس كده تماما، يبدا من اول وجديد بما ابتدى بيه مش بما انتهى اليه. طب انا منتصر، انا استغربت النهارده ان مروان محسن بره الاسكواد خالص، مروان حمدي. يعني انت يعني ما عندكش سترايكر صريح، والراجل ده مقعده بره ليه؟ ما انا بقول لك حاجه غريبه، هو الراجل كده ما تعرفش في دماغه ايه. زي ما قلت لك، انت جربت احداد يعني كراس حربه سترايكر صريح في مباريات، هتلاقي لا ما جربتوش، انت كنت بتلعبه كوين.
طب خلاص انا لعبه ليه في ماتش زي ده؟ طب انا عندي اسامه فيصل، طب انا عندي يعني اي حد يعني مروان، ما ليه ما بداش بمروان؟ مروان خامه طيبه على فكره. فدي تحفظاتي عليه طبعا. يعني بحس ان هو كانه لحد النهارده ما يعني ايه يعني ما فهمش امكانيات اللعيبه كويس، ودي الفتره اللي فاتت دي تخليه المفروض يعني ده يكون هضم كل امكانيات اللعيبه، وده احطه في الدقيقه كام، ودايما تغييراته على فكره متاخره. ممكن ابو جبل كان واخد الفتره اللي فاتت، اخطا في ماتش مش قضيه طبعا، يعني اقصد في بعض الحاجات يا الصبح يا في المنتصر صحيح. انا عندي تحفظات للامانه كتير عليه للامانه، انا مش برضو بنتقده من باب الانتقاد، ما انا راجل مدرب وكله برضو بينتقدني. بس الفكره لا، الزمالك بصراحه الجيل ده او الجيل الموجود حاليا في نادي الزمالك من افضل الامكانيات الموجوده طبعا. لو لقيت انضباط تكتيكي وانضباط خارج الملعب 100% اعتقد هتاخد منهم افضل النتائج واحسن حاجات. كابتن حسين اخيرا، انت مع قرار يعني مطالب الجماهير دلوقتي باجراء تغيير لباتشيكو، انت مع الجزئيه دي ولا لا؟ انا معه قلبا وقالبا الحقيقه. يعني بالطلب برحيله دلوقتي؟ يعني انا بصراحه انا ما شايفهوش ايه، انا شايف امكانيات لاعبي نادي الزمالك دي لازم يكون في المقدمه في اي حاجه، في الدوري المحلي، في بطوله افريقيا، في كل حاجه. فكون ان الراجل مش 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 للدرجه دي، يعني انا شايفه ما هواش سايب البصمه قصدي الكبيره اللي تخليك تتمسك بيها. بالظبط. كابتن حسين اسعدتنا جدا بتواجدك معانا، وان شاء الله ننتظرك في الاستوديو الاسبوع اللي جاي او اللي بعده. تحت امرك يا حبيبي يا استاذ صبحي، وتحياتي للاستاذ منتصر اخويا الغالي. شكرا. كريم بقى. كريم. لا، فيتا كلاب النهارده بيقدم مباراه رائعه قدام النادي الاهلي. وفرقه امكانياتها مش قويه كمان. يعني فرقه امكانياتها. شايف الاهلي راح لفين في المجموعه؟ علي معلول فارق جدا جدا، يعني انا كنت دايما بقول ان نسبه 60% قوه النادي الاهلي تتمثل بنسبه 60% في علي معلول. طبعا. لكن اعتقد ان نسبه 90% كمان، يعني تتمثل قوه النادي الاهلي بنسبه 90%. فعلي معلول اللي هو كان بيحل مشاكل كتيرة جدا، بيحل مشاكل موسيماني، أخطاء موسيماني، كان دايما بيلجأ لعلي معلول لأنه واحد من أفضل باكات ليفت، يمكن هو أفضل باك ليفت في أفريقيا في الوقت الحالي. النهاردة محمود وحيد أصبح ثغرة كمان، الفرق بتلعب عليه بشكل كبير، شفنا النهاردة. لا، ودي حاجة، والحاجة التانية برضه هو لعيب إمكانيات يعني كجودة أو كواليتي أو أقل كتير جدا من علي معلول. ما تجيبش واحد يعني، مع احترامي لمحمود وحيد، أنا زميلته في النادي الإسماعيلي، كان معايا في النادي الإسماعيلي في الناشئين، لعيب كويس، بس مش علي معلول. صعب جدا ان انت النهارده تقارنه بعلي معلول، وما بيتصاب في البدايه لكن برضه لما انت النهارده بتتحط وبتتقارن بافضل باك ليفت في افريقيا، الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لك. فانت النهارده ما عندكش مفاتيح لعب، مفاتيح لعب النادي الاهلي كان دايما اطراف الملعب محمد هاني بعيد جدا النهارده. ودايما في حاجه في الكوره برضه لازم نعرفها، انك طول ما انت بتلعب فرقه بتلعب بمنظومه دفاعيه، بتلعب بالعشره في الكوره، ما عندكش غير اطراف الملعب، وانك تخلق مساحات وتروح للمساحات وتستلم من الحركه. علي معلول دايما بيستلم من الحركه بشكل كويس، افضل باك ليفت بشوفه دايما بيستلم من الحركه في ظهر الاظهره بشكل كويس جدا، ودي محمود وحيد ما بيعملهاش الى حد كبير. النهارده بنشوف لعيبه النادي الاهلي كلها رتم بطيء جدا، محدش بيتحرك بدون كوره، التمرير المفاجئ، التحرك المفاجئ، الكرات في الثلث الاخير من الملعب، فتح الملعب، الحاجات دي كلها مش موجوده النهارده. تطوير الهجمه وصناعه الهجمه من نص الملعب، عمرو السوليه وايلي ديانج النهارده بعاد، بحس ان النادي الاهلي بيلعب من غير رقم 10 مع احترامي الكامل لمجدي قفشه، لعيب مستوى غير ثابت على مدار ال 90 دقيقه، ممكن يعمل لا قول دي ثاني بقى، لعيب غير ثابت. لا قفشه كل ما يجي يقول الشمول انا لا لا، لعيب غير ثابت، لعيب مستوى غير ثابت على مدار ال 90 دقيقه، متميز. لا بيروح بس مش عبد الله السعيد، لما مش عبد الله، لا لا بس مش عبد الله السعيد، رقم 10 في مصر دلوقتي قليل، مش عبد الله، عشان شريف عبد الفضيل طلع لك افضل من عبد الله السعيد. لا لا، كابتن شريف عبد الفضيل مع احترامي الكامل ليه يعني، هو كابتن وكل حاجه، عبد الله السعيد لو في الاهلي هيقول كده، ولكن اراه بعيده خالص عن الواقع. يعني احنا بنتكلم كوره، ودايما بنجيب البيانات، ودايما بنجيب الارقام، ودايما بنجيب الفيديو، وبنحلل من خلال الفيديو. تحركاته مش زي عبد الله السعيد، ذكائه في الملعب مش زي عبد الله السعيد، تمريراته مش زي عبد الله السعيد، تحركاته بدون كوره مش زي عبد الله السعيد، تهديفه مش زي عبد الله السعيد. لا لا، الموضوع مختلف. النهارده وانا بتفرج على المباراه انا حسيت ان الاهلي بيلعب من غير رقم 10، حتى انا قلت يطلع قفشه وينزل لعيب يلعب في نص الملعب ويلعب ب 4-3-3 طالما هو ما عندوش اللعيب اللي يجيد الرقم 10 بشكل كويس. الاهلي اتاثر بغياب الاخ كهربا النهارده؟ لا لا خالص، كهربا مع احترامي الكامل لكهربا، انا راجل زملكاوي، وانا كنت رافض كهربا ان يكون متواجد اصلا في الزمالك، وفترته في الزمالك ما كنتش حابب ان يكون متواجد في الزمالك، لان اديني لعيب 80% فنيا بس ملتزم، وما تدينيش لعيب 100% فنيا لو 50% غير ملتزم. ليه بقى؟ لان هيديك كل ماتش، يعني انت ضامن. ليه انا بقول على قفشه كده؟
لانك انت النهارده لما بتجيب لعيب زي قفشه بيديك ماتش هو 10 لا وهو احسن لعيب في العالم، طب انا مش هستفيد منه غير في ماتش في الاخر، هو في الاخر هو ماتش، لكن لما تديني لعيب 70 75% لو انا كنت هشوط الكره دي كانت هتيجي جول. الكره يعني محمود علاء ما عملها يعني فيها توفيق كبير، وابو جبل كان واقف بشكل كان فيه طبعا خطا وكان خارج بره الجول يعني بمسافه كبيره جدا، بس هتحسب له مش عليه هتحسب له. ولكن هو من ساعه نهائي افريقيا هو فين؟ هو في ماتش نهائي افريقيا كان سيء جدا، وقبل افريقيا يعني هو في ماتش نهائي افريقيا اللي كسبهم البطوله هو كان سيء جدا. فانا النهارده كمدرب وحتى احنا ما كنا شغالين في الدوري الممتاز كنا نحب جدا اللعيب حتى لو هو مستواه الفني مش عالي جدا، بس ضامن ال 70%، انت ضامن معاه 70% في كل المباريات. فمع احترام القفشه النادي الاهلي لازم يخلق كادر او يخلق لعيب في المكان ده حتى لو من قطاع الناشئين، لان بالفعل طريقه مستر موسيماني بتحتاج البلاي ميكر، وانا بشوف قفشه ان مستواه غير ثابت بيأثر على المنظومه كلها. بالنسبه لمستر موسيماني بمناسبه ان الاهلي محتاج بديل قفشه في الزمالك، غياب مصطفى محمد عمل ازمه كبيره جدا، عندك عقم تهديفي غير عادي منذ رحيله، يمكن خمس او سادس مباريات الزمالك ما بيسجلش، سيبك من الهدف بتاع النهارده، اخر خمس ست مباريات ده الهدف الوحيد. هل ده يليق بحجم الاسماء الموجوده في الزمالك؟ ما ده احنا هنرجع للجزئيه بتاعت السنه اللي فاتت ما كانش فيه دكه، انت النهارده بدل ما تحافظ على القوام الاساسي وتزود عليه وتجيب دكه عشان تقدر تنافس في البطولات الكبيره وتقدر تفضل تقدر تخش وترجع تاني على مصيده التتويج، مشيت من الاساسيين، قصقصت بالاجنحه ومشيت الاسترايكر بتاعك ايا كان مين السبب. مصطفى النهارده محمد مش متواجد، كنت لازم الاقي البديل، هو عايز يمشي مش عايز يقعد مع الف سلامه، والاقي البديل، والاقي البديل اللي يكون يلعب معاه في افريقيا. مش هقدر، الكلام ده احنا قلناه قبل ما البطوله تبدا، مش هقدر اغزو افريقيا ومش هقدر اخش افريقيا من غير سترايكر صريح مركز تسعة مكتوب في بطاقته هداف. لكن شغل المهاجم الوهمي والشادو سترايكر اللي بيتعمل مره بين اوباما واللي بيتعمل مره من احداد لضعف مستواه او بنشارق، بس بقاله فتره كتير بنشارق ما بيعملوش احداد مع الرجاء كان متالق. ما هي فكرة كلها هارموني، هارموني وانسجام. ممكن يبقى متالق مع الرجاء ومش متالق مع الزمالك، المعارين كلهم اللي طلعوا بره الزمالك متالقين في سموحه، ما كانوش بيلعبوا، خدوا فرص في الزمالك، خدوا فرص وخدوا فرص مع الزمالك مش متالق. تمام. هي الفكره هارموني وكيمياء بينه وبين اللعيبه، السكواد بتاعه اللي موجود، كيمياء بينه وبين المدرب، التيشيرت قد يكون كبير عليه، مش قد طموحات نادي الزمالك بدون ضغوط في الانديه الثانيه. بالتاكيد هو نجم الفرقه، رايح نجم الفرقه، وفي الاخر هو في مغربي وبيلعب في الرجاء فده بيته، هو كده هنا برضه كمان عمر السعيد كل حاجه كل حاجه. فهي دي الفكره بتاعه بالنسبه للهداف الهداف او المهاجم. كان لازم ان انا عشان اغزو افريقيا ابتدي العب في افريقيا، ابتدي يبقى ليا. طب الحل ايه دلوقتي؟ خليك انت هتكمل بالسكواد ده لنهايه الموسم، سيبك بقى من اللي مشي واللي قعد، هتعمل ايه في اللي جاي وانت عندك نفس المشكله؟ مفيش فرصه للتعديل. ان انت تدي لاسامه فيصل بالظبط ثقه اكتر، ترفع من معنويات اسامه فيصل، ترفع فني لاسامه فيصل. شايف ان اسامه فيصل الاسترايكر اللي يشيل الزمالك؟ يشيل بعيد عن الناس اللي بتلعب. وحسام اشرف كمان كورته افضل من اسامه فيصل، وحسام كورته افضل من اسامه فيصل. حسام اشرف كوير، اسامه فيصل قد يكون مهاجم بوكس اكتر منه ان هو اسيستنج. ما استغل الاثنين، بس هما الاثنين مش هيدرز اعتقد يعني. الاثنين بيلعبوا بالبراز، بيلعب وكل حاجه يعني على قد العرضيات، على قد العرضيات اللي مرفوعه يعني. دي حاجه بس احنا السعوديين بقى نعملها، كميه الفرص اللي الزمالك بيروح بيها دي اسامه فيصل يعرف يترجم منها اهداف كتير لو بيلعب ومدينه مساحه لعب كمان. يعني انت النهارده لو مدينه مساحه لعب يعرف يلعب لحد كبير. قصه المهاجم الوهمي يا اسلام برده حاجه برده في الكوره، انك انت ما ينفعش تلعب فرقه بتلعب لك بالعشر تحت الكوره وتلعب بمهاجم وهمي بالزبط. حتى بيب جوارديولا لما بيجي يلعب ماتش ويلاقي فرقه واقفه زي ويلبرهامبتون بيضطر يروح نازل مهاجم تسعة على طول في الشوط الثاني ما يعرفش يكمل، يعني تمشي معاك في ماتش في ظروف معينه. ليه كمان انت بتريح الاثنين سنتر باك، انت مخرج الاثنين سنتر باك واقفين ما عملوش اي حاجه، ومهاجم الوهمي بيفضل يجري في اماكن انت كمدرب بلعب بالعشر تحت الكوره وعامل زياده عدديه، انا عايز يجري في الاماكن دي. ما في كل مكان في لاعب، في كل مربع في الملعب في لاعب، ما عنديش مشكله، لكن انا عايز اثنين يؤذوا الاثنين سنتر باك ويكونوا محطه قويه، يقدر يخلق، يقدر يحضر للي جايين من تحت، يقدر يتعامل مع الكورسات بشكل كويس. حامل اللقب النادي الاهلي بيخسر وبيتعادل مباراتين متتاليتين، ودي غريبه على نتائج الاهلي في السنوات الاخيره، هتاثر عليه في ترتيب المجموعه؟ اثرت عليه بالفعل مستر موسيماني. الكلام ده بقى لازم نقوله عشان خاطر ما حدش بيقوله، الكواليتي وجوده اللعيبه اخطر حاجه مدير فني، اي مدير فني يعملها في العالم لما يروح فرقه يكون هو بنيها سان داونز، الناس شافتها في 2016 وشافتها وكسبونا، شافوها في ماتش الخمسه بتاع النادي الاهلي، عرفوا هي اتبنت امتى؟ انت
طب عرفوا هم اشتغلوا على المشروع ده امتى، طب عرفوا هم حطوا استراتيجيه امتى، الكلام ده. او الفرقه دي كانت بتتعدي من 2012، ما ينفعش النهارده مستر موسيماني راح مع فرقه عداها وهو اللي اشتغل عليها وهو اللي جمع كل اللعيبه وهو اللي حط الاستراتيجيه دي، ويعني نقدر نقول ان حصل ثمره بعد فتره كبيره جدا من الزمن، ويروح النادي الاهلي بكواليتي لعيب بلعيبه ثانيه خالص اقل كتير جدا. مع احترامي الكامل الاهلي ما عندوش لعيب زي سيرينو، لعيب بيلعب 10، لعيب بيلعب شادو سترايكر، لعيب بيلعب مهاجم، لعيب متميز جدا، ما عندهمش الاظهره السريعه دي، ما عندهمش 2 سنتر باك بيحضروا، ما عندهمش 2 ديفندرات بالقوه الهجوميه دي. فصعب جدا مستر موسيماني النهارده انه يجي فرقه زي النادي الاهلي ويحاول ان هو يلعب بنفس الطريقه بنفس الافكار بنفس الاسلوب، اعتقد الامر هيكون صعب جدا. النهارده النادي الاهلي هو بيحضر زي ايام سان داونز بطء كبير جدا، لان الفرقه مش مبنيه على الافكار دي، لان الفرقه مش مبنيه على المشروع والاستراتيجيات اللعب والاسلوب ده، فبالتالي لازم ينزل شويه، وده اللي كان بيعمله مستر ريني فايلر والناس هجمته نسبان لما كان بيلعب لونجو بول كتير في بعض الاحيان، لان هو عارف المجموعه اللي معاه مش هتقدر تنفذ له الافكار دي 90 دقيقه في بعض الاحيان امام فرق كبيره، لازم تلعب اللونج بول، لان قدام الزمالك مش هتعرف تحضر هيغلطوك، قدام بيراميدز هيغلطوك، فتقدر تعمل الافكار دي قدام فرق في المتناول. عشان كده موسيماني اتكشف نسبيا في افريقيا لما لعب فرق بقى عندها سيستم ونظام لعب وقدروا ان هم يصدروا له صعوبات في الملعب، ما بقاش عارف يلعب اللونج بول حتى وعايز نفس الكلام ومصمم ان يلعب من تحت، ومش هيعرف يلعب من تحت، ولو لعب الزمالك بالشكل ده هيتأذي بشكل كبير جدا، ولاعب بيراميدز كده اتأذى. وتعالى نرجع لكل المباريات الكبيره اللي مستر موسيماني خدها بنفس الافكار، اعتقد ما عرفش يفرد اسلوب لعبه بشكل حتى كبير. حتى نهائي افريقيا يعني كسب، كان كله كان متفق ان الزمالك كان افضل، كله كان صح، حتى بالميراس ركلات جزاء نفس الفكره يا اسلام. يعني النهارده مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي غاضب جدا من الفرص الكثيره المهدره، غاضب جدا من الناس بتساله عن والتر بواليا ليه ما بيسجلش، بيقول لك عشان ما سجلش انتوا بتنتقدوه، كانه جاب 20 جون قبل كده. يعني نفس الكلام باتشيكو برضه، يعني باتشيكو بيخلق فرص، الناس تقول لك المدير الفني يعمل ايه؟ ينزل يجيبها جون، ما في فرص كثيره جدا على المرمى. ايه الربط ما بين موسيماني وباتشيكو فيما يتعلق بقصه اداره الفرص؟ وهنا بقى نرجع لكريم في نفس السؤال. هي الفكره كلها انت ازاي محضر لعيبتك وازاي دوافع لعيبتك. يعني انا بدات كلامي انت رايح تونس تعمل ايه؟ اول 20 دقيقه كانت الامور سهله وكان الزمالك ممكن يخطف المباراه ويسهلها على نفسه، خصوصا ان الترجي نازل خايف من الزمالك، عامل له حساب قوي، مذكره قوي، محترمه قوي، تمام؟ فانت محضر لعيبتك على ايه؟ تمام، مجهزهم لايه؟ دوافع الفريق انا رايح اعمل تونس هاخده 3 بونت ولا انا هطلع باحسن نتيجه وهطلع درو وتعادل ويبقى لينا حكايه هنا تانية في القاهره وقصه تانية في القاهره ولا لا؟ عايز من المباراه ايه؟ شكل الزمالك في البدايه ان اللعيبه ما كانتش مركزه، وده دور المدير الفني، اللعيبه مش تفضل مركزه بالشكل ده. مرديه الجزائر انا اول ربع ساعه مضيع فرص، وفي اول ثلث ساعه مضيع فرص. ماتش السنغالي نفس القصه. طيب انت فين المدرب؟ فين وقت المدرب؟ المدرب مش هيحطها، المدرب مش هيسجلها، المدرب بيوصل لك ومهمته بتقف عند هنا ونقطه. تمام؟ انت ما بتتكلمش على احمد فتوح. النهارده كان متغير في المباراه. النهارده احمد فتوح ليه قصه هنحكيها، احمد فتوح التصرف اللي هو عمله في الجون اللي دخل الاول وفي الجون اللي هو جابه في الطرد. طيب يبقى النهارده في كباتن فريق، فين النهارده دور كباتن الفريق؟ في الدور كابتن حليم علي وكابتن متعب عبد الهادي. اهدى، ايه المشكله؟ في ايه؟ النهارده الحاله المعنويه للفريق وكباتن الفريق والناس الكبيره بتعمل ايه؟ يعني لما بيتغير بيحصل ايه؟ في الدوري شفنا حد بيتغير بيرمي بيعمل، يبقى في مشكله. يبقى النهارده هو كناشئ وكان لسه ما خدش الخبرات مع الزمالك لما يعمل كده. النهارده مين اللي موجود عشان ينبهه؟ بعد انت ما خدت الانذار الاولاني، تمام؟ رايح بتعترض على الحكم بعد نهايه الشوط الاولاني. بشكل ملوش الحكم شايفك حطك في دماغه مع اول فاول ملوش اي معنى ولا اي قيمه، اداك التاني لان هو متلككك لك. هنا دور اللي بره بقى، زي ما انت ما قلت دور اللي بره ودور الكابتن اللي جوه، فين ده؟ فين ده؟ اسلام حسين عبد اللطيف، حسين عبد اللطيف قال انا مع رحيل باتشيكو دلوقتي، انت مع بتأيد هذا الكلام؟ لا. ليه؟ اتفق معك. لا، باتشيكو دلوقتي عدم وجود باتشيكو دلوقتي كان هيبقى فيه كوارث اكتر من كده بكتير. صحيح. بكتير. وجود باتشيكو دلوقتي في التوقيت ده ما تخليناش نتعامل بنفس القطعه زي ما كنا بنتعامل في السابق. وجود باتشيكو دلوقتي محافظ كتير على شكل الفريق، مخلي الزمالك على الاقل يوصل. مش عارف تسجل، واحنا عارفين العيب من ايه، لكن في الاخر ليه اخطاء احنا ذكرناها، بس في الاخر انت بتوصل، في الاخر انت بتسجل على الرغم من بعد مستوى بزيزو، واحنا عارفين قد يكون اسبابه ايه، بعد مستوى بن شرقي اللي مش عاجبه تغيير في الدقيقه 88 وهو خرج. طب انت قبل ال 88 كنت عملت ايه يا بن شرقي؟
الزمالك فيه بن شرقي وساسي لازم يكون في حته ثانيه متكرره المساله خالص. على فكره مش اول مره يا طارق. تمام، يبقى انت النهارده عايز فتوح يعمل ايه؟ ده راجل بيلعب ب 28 مليون بن شرقي وعايز يجدد عقده، يبقى انت النهارده فتوح يبقى يكون ده تصرفه وده رد فعله، يبقى النهارده لازم يبقى فيه قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب يعلم ويوجه ويقول ما ينفعش كده. اروح لكريم، احنا اتكلمنا في الفرص الضايعه للزمالك النهارده، موسيمياني زعلان لاول مره على فرص ضايعه من فريقه، قول لي سببها برضو من وجهه نظرك اخطاء مدرب ولا لاعبين؟ لان الاهلي عنده اكتر من سترايكر ولاعب اكتر من سترايكر في المباراه، عنده ثلاثة النهارده لعبوا لوان مروان وبواليا ومحمد شريف. ومع ذلك كان برضو عاصي على المسافه. باتشيكو ممكن يبقى محظور نسبيا لان كان عنده افضل مهاجم في افريقيا ومشي، طبيعي جدا افضل مهاجم في افريقيا ويمشي، طبيعي كل الموجودين بعيد عنه خالص، يعني قد يكون الفرص اللي كانت بتيجي للزمالك ما حدش كان يعرف يخلصها غير مصطفى محمد، ودي بالفعل في جوال كتيره جدا زي جوال الرجاء صعب جدا. اخر مره شفنا مهاجم بيعمل تيك اوف 2 متر كان كابتن جمال عبد الحميد اعتقد طبعا. ما شاء الله عليه يعني. فكل المهاجمين الموجودين دلوقتي بعاد تماما عن مصطفى محمد. موسيماني دي امكانيات اللعيبه، هي دي امكانيات مهاجمين النادي الاهلي، هي دي امكانيات محمد شريف التهديفيه. محمد شريف قد يكون واحد من افضل اللاعبين في الدوري المصري، والاهلي جابه من انبي ليه؟ عشان رجع وسجل وهدف اصبح ثاني هدافين الدوري، ولكن لو رجعنا للاهداف بتاعته كلها اهداف بتيجي من المساحات، وهو عايز يجري وعايز مساحات وعايز يشتغل واحد على واحد وعايز الحق. احنا بنشتريه هنا عشوائي، احنا مشكلتنا ولا عندنا سكاوتنج ولا عندنا اي حاجه، كل الماركات عندنا سواء زمالك او اهلي مع احترامي كل الانديه اسماعيلي بيراميدز كل عشوائي الى حد كبير. ولكن هنتكلم في مستر باتشيكو، صعب جدا يمشي في المرحله دي، واحد من افضل المدربين اللي شفتهم في حياتي. واحد من افضل المدربين اللي شفتهم في حياتي. الناس كتير منك ما هو الناس يا جماعه مش لازم العاطفه يعني. مش بالعاطفه خالص، بالارقام. النهارده انا عملت حاجه كويسه جدا ما حدش عملها، انا رجعت لمستر كارتيرون ورجعت وشفت الاكس جي. الاكس جي دي اللي هي جوده الفرص الزمالك مع كارتيرون ومع مستر باتشيكو. باتشيكو وصل في بعض المباريات الاربعه وخمسه من عشره، اربعه وثلاثه من عشره، دي يعني ايه؟ يعني جوده الفرص النهارده الزمالك كان المفروض يكسب اربعه طبعا. كارتيرون كان بيوصلنا للجون مراحل او في اوقات يعني ضعيفه جدا، ممكن مره او اثنين. ما هو ما خدش بطولات يا جماعه، البطولات اللي خدها قد يكون ممكن يكون بتاع البطولات بطولات الحالات الحاسمه. ايوه ما هو عمل كده في الرجاء، هو عمل كده في ومشوه بسبب ايه؟ هو راح الرجاء خد السوبر وخد سوبر اعتقد برده محلي او حاجه مشي، لان لما لعب دوري خسر بتاع 7-8 ماتشات امام فرق صغيره. هو مدرب، انا بقول لك لما طلعت على الاكس جي هرب. انت بتتكلم على كارتيرون يعني هرب او مش يعني لا يعني لا 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 بنتكلم في المضمون يعني عن واجبه ومشي. جيت اشوف الاكس جي لاحظت ان هو في المباراه بيوصل الزمالك في المباراه ان هو يسجل هدف. يعني اكس جي برده عشان الناس تبقى معانا، انت بتجيب اخر 100 لعبه مثلا النهارده في تسديده من على قوس ال 18 شغل التحليل ده بقى. بتجيب اخر 100 لعبه في الدوري ده اخر 100 لعبه في الدوري ده من على قوس ال 18 تسجل منها كام؟ مثلا لعبتين، يبقى هنا 2 من 10 وبتجمع كوره مثلا من على نقطه البلين تسجل منها كام في اخر 100 لعبه؟ تسجل منها 96 لعبه، يبقى هنا 96% وبتجمع كل ده وبتضربه في 2 بيطلع لك بكتير جدا. بيطلع لك المفروض العدد النهارده الاهداف كان يبقى كام؟ باتشيكو وصل للماتش المحله كان المفروض يسجل 3 اهداف في الماتش ده واتغلبنا. ماتش اسوان كان المفروض يسجل 5 اهداف وما سجلناش ولا هدف. فالمشكله النهارده مش في باتشيكو قد ما هي برده امكانيات مهاجمين. انا وجهه نظري الشخصيه مستر باتشيكو في ظل التخبطات الاداريه المتواجده دلوقتي هو عامل انجاز كبير جدا جدا. طيب اسلام، نفس السؤال، يعني انت شايف حظوظ الزمالك ايه في المجموعه؟ وماذا لو حط تحتها متخطى على عهدتي يعني تم يعني الانتظار لمباراه الرجاء وسيراميكا المقبلتان واتخذ قرار ضد باتشيكو، ولا انت بتشايف توقيت باتشيكو في الوقت الحالي ده لا، وفتره التوقف اللي جايه للمنتخب الوطني ممكن يتم فيها اجراء تغيير؟ انا زي ما قلت على رايي مستحيل دلوقتي ان باتشيكو حد يقدر يتكلم معاه او حد النهارده يقدر يقيله، لان الكارثه هتكبر، المشاكل هتكبر، الصعوبات هتكبر. ولو لينا النهارده امل في الصعود لسه زي ما قلت في الانترو ان سامي الشيشين انضم للجهاز الفني. يا ريت تاكد لنا الخبر يا محمد وتحاول تعمل لنا مداخله مع سامي الشيشين كده نشتغل بقى. تمام. لو النهارده باتشيكو مشي، لو عندنا النهارده 40% امل او 50% امل 50-50 لسه الامل قائم في الصعود وتصدر الدوري، يبقى انت النهارده بعد ما باتشيكو يمشي يبقى انت كده خلاص بتنهي على الامل بشكل كبير جدا من قبل ما تلعب الثلاث ماتشات اللي باقيه. تمام. وجود باتشيكو في مشاكل كتيره هتظهر، عدم وجوده في مشاكل كتير هتظهر، برحيله لامم الفريق بشكل كويس مهما حصل، في صعوبات بيواجهها، في مستحقات ما اتدفعتش، في مشاكل الفريق نفسها ذهنيه وفنيه هو بيواجهها وبيحاول يرفع من كفاءه بعض
اللاعبين اللي مستواهم نزل بسبب ان في حد قعد معاهم عروض، حد خد فلوس، كل ده الراجل هو مش مسؤول عنه، الراجل هو مش مسؤول عنه، بيحاول يلم وبيحاول يعمل ده. حظوظ الاهلي يا كريم بعد التعادل النهارده؟ لا ضعيف ضعيف، انا شايف الاهلي عنده مشاكل النهارده، حتى الشوط الاول مساحات كبيره جدا في خط ظهره، مشاكل كبيره جدا في المجموعه، مساحات كبيره وما بيتعاملش مع متغيرات. لا يعني النهارده انت الاهلي يقدر يكسب سيمبا هنا، يقدر يكسب، لا لا سيمبا هنا ممكن تاذي جدا النادي الاهلي، سيمبا فريق شرس جدا جدا. في حاجه برضو استاذ منتصر، الفرقه دي بتلعب في ملاعب صعبه جدا، لما بتيجي تلعب هنا بتلاقي المساحات وبتلاقي الملاعب والنجيله النظيفه بتعرف تلعب كوره. ايوه النهارده يعني واضح جدا ان هم بيعرفوا الاهلي عنده مشاكل، يعني انا شايف الاهلي بصراحه عنده مشاكل، ما بيجيبش جوال، ما بقاش عنده صناعه الهجمه اللي بيعرف توصلك. النهارده كل هجمات النادي الاهلي فيها عشوائيه وفيها فرديه، ما فيش جمله اتعملت النهارده، مع احترام الكامل للنادي الاهلي واللعيبه ما فيش جمله اتعملت، عكس مستر باتشيكو لما بيضيع بس بيوصل لك بجمله، بتشوف احمد ابو الفتوح بيربط مع اساسي بيربط، يعني الاوت اللي اتعمل النهارده للاسف احنا برضو المحللين في مصر عندنا ضعاف جدا. ده مع احترام الكامل ليهم، ده جمله معموله حتى البيرو في القنوات الحاصله على حقوق بث دوري ابطال افريقيا، برضو المحللين كانوا موجودين ما خدوش بالهم، بس انا عارف ان في محللين بيبقوا في القنوات دي هم اللي بيشتغلوا، مش يعني التانيين. شفت ايه التانيين دول؟ دوبلاش خالص. لما فرجاني اتحرك كده وخد معاه حمدي النقاز، هي جمله لما اتحرك كده احمد المفتوح اتحرك في المساحه دي، البيرو جابها في الشوط الثاني، هي جمله مش صدفه. فالنهارده مستر باتشيكو كل الافكار اللي بيوصل بيها للمرمى او كل الفرص اللي بيخلقها من خلال افكار ومن خلال لعب جماعي الى حد كبير جدا، عكس مستر موسيماني النهارده كره كلها ديفليكشن، بتخبط بترجع، مفيش تحس ان مفيش تنظيم الى حد كبير في هجمه النادي الاهلي، اللي انا شايف ان هو يعني مع مستر موسيماني مش عارف يلعب الكره بتاعت صن داونز، مش هيلعبها مش هيلعبها يا جماعه. النهارده انا النهارده الكواليتي بتاعت اللعيبه ولا السرعات اللي انا النهارده ممكن اركب عربيه الماني، اسابق عربيه مثلا الماني تمام، في منافسه شويه، لكن ممكن اركب عربيه ايطالي اللي هي الشكمان بيفضل اسابق عربيه الماني؟ كريم انت بتتكلم عن النادي الاهلي بطل افريقيا، ايوه اكثر حصول على الالقاب، حلو الكلام ده، بس هو موسيماني ضحى بالنادي اللي ماسكه عشان الشعبيه، عشان الشعبيه حامل اللقب اللي هيجي عشان الشعبيه. انا النهارده ركبت عربيه عرفت اسابق بيها عربيه قويه جدا وكنت مكتسح بيها العالم كله، ولكن ركبت عربية تانية أقل شوية، أنا مش حتى لو أنا سواء ماهر جدا أنا مش هعرف يعني أعمل بيها نفس الأرقام. المدرب لا يتعدى من أداء الفريق، أنت محلل أداء معايا، دور المدرب لا يتجاوز الـ 20% والتمرين على اللعيبة في الملعب، صح ولا غلط؟ لا ده بقى محلل أداء كمان دوره دلوقتي بيعدي. لا خلينا نقول بجد صحيح. لا والله أنا زي ما جزء من الجهاز الفني، لأن هو عين المدرب. أنا بتكلم الجهاز الفني بالكامل دوره لا يتجاوز 20%. هو مشكلة المدرب ممكن يعمل كل حاجة صح وفي الآخر لعيب مثلا يضيع له الشغل ده كله، ده وارد، ولكن لا طبعا دور المدرب لا بيتعدى ال 20%. عارف ليه بيتعدى ال 20%؟ لأن النهارده ليفربول لما قعد 30 سنة يجيب في مدربين ويشتغلوا بالموسم، اللي هو مدرب يجي يجيب 2 لعيبة ناخد الدوري، ما كسبش غير لما عمل مشروع واستراتيجية وجاب مدرب اشتغل فترة كبيرة وعارف احتياجاته فين وعارف بس عنده الأوراق اللي ساعدته برضه اللعيبة ليهم دور مهم جدا. كل ما المدرب مستواه بيعلى لازم تجيب كواليتي لعيبة يعرف ينفذ الأفكار بتاعته، وده اللي بينطبق على مستر موسيماني. مستر موسيماني النهاردة في النادي الأهلي هو جامد جدا، مدرب جامد جدا، بس هات له سيرينو، هات له الأطراف السريعة دي، هات له اللعيبة اللي بتلعب في البوكيت بشكل كويس، هات له الاتنين سنتر باك الكويرة اللي بيخرجوا الكرة من رجلهم بشكل سريع جدا، هات له اللعيبة اللي بتتحرك دايما بدون كورة، اللي عندها اللياقة البدنية تبدأ تتحرك في مصر التحرك 90 احنا بنبدأ كرستنا. احنا لسه لحد دلوقتي بنبعت رسائل للعيبة من خلال الاستوديوهات بنقول لهم التحرك بدون كورة في الثلث الأخير من الملعب مهم، ده التحرك بدون كورة في الاوت النهارده كان مهم، لما فرجاني اتحرك بدون كره النهارده وخد معاه حمدي النقاز وجري وراه بشكل يعني كان فلا لا يعني نزلنا اسلام بس يعني احنا بعيد خالص يعني الزمالك ناقصه ايه؟ ناقصه حاله تركيز، ناقصه خلق الفرص الكتير او الفرص الكتير لازم تتوج باهداف، لازم فينش، لازم يتدربوا على الفينش، وحاجه تقنيه مهمه جدا افتقدناها في الزمالك او في الدوري المصري بشكل عام، تحس ان هي في الاوبشنز معموله اوف، تسديد على المرمى. بنشوف كل الانديه الافريقيه حتى بطوله افريقيا للمحليين، شفت جوان من نص الملعب، من نص الملعب من 20 و25 و35 و30 يارده وبيشوط. النهارده منديه الجزائر بخلص الماتش تسديده، مش هيروح، مش هيتعب نفسه في ارض زي دي، مش هيعمل جمل في ارض زي دي بتاعت السنغال، تسديده من بره 18 بس دي عايزه تشتغل عليها من ماشي تحت طبعا. سيمبا خلص ماتش الاهلي بتسديده تمام، مش عارف يخترق اللعيب سيمبا، خد الكوره ولف واخد القرار، واخد القرار واخد المساحه وفي البعيده حاططها بيمينه، يبقى التسديد
ده ما يفتقده الزمالك سواء تسديد جوه ال 18 او بره ال 18. ده انا شفت في ماتش دجله لو بنتكلم في كوره في 8 ياردة نازله لاوباما، اوباما بيلف بيها المفروض هيمزق بيها الشبكه، بيشوطها في منتهى الضعف وهو في الست ياردة او في الثمانية ياردة جوه ال 18. طب انا اقول لك على حاجه يا اسلام، انا مستمتع جدا جدا بالحوار معاكم، ودي مش هتكون الحلقه الاخيره. كنا سعداء بوجودك معانا اسلام، محلل اكتر من رائع، محلل اداء ومحلل فني اكتر من رائع. اخويا كريم محمد شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله لينا لقاءات ان شاء الله. شكرا جدا دايما ان شاء الله يعني نستمتع بلقاءاتكم وتحليلكم. شكرا هادي المتزن والمثقف اللي بيفيد مختلف. انا عايز بس اقول حاجه في الاخر، طبعا بشكركم وكان شرف ليا وانا متواجد معاكم النهارده. المشكله دي لو كابتن سامي الشيشيني فعلا انضم خلاص للجهاز الفني، مشكله التهديف يعني هتتحل. محمد ابراهيم رماه كده بقى كده لك هتاكد، بس يعني مشكله التهديف هتتحل بالرغم ان هو كان مدافع ولكن هو بيشتغل تخصصه بشكل كويس جدا يعني ان شاء الله. اعزائي المشاهدين استاذنكم فاصل صغير ونرجع مع فقرتكم مكالمات التليفونيه، بس ارجوكم نلتزم بسؤال الحلقه دون الخروج عن النص. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، رجعنا لكم وفقرتكم المحببه مع جمهورنا العزيز، جمهورنا الغالي اللي بيدعمنا في كل مكان، اللي بتشرفونا وتنورونا باتصالاتكم واستفساراتكم. يا ريت السؤال على الشاشه تجاوبوا عليه مع الالتزام بالمعايير والاخلاق عشان احنا مش ناقصين. استاذ صبحي عبد السلام، طبعا فقره مهمه جدا، انا يمكن من الاول منتصر من عند البرومو الاولاني، واحنا بنراهن على ان البرنامج ده برنامج للناس طبعا، لا ليا ولا ليك ولا المسؤولين ولا الانديه، ده برنامج للجماهير. فانا يسعدني ان يكون معانا النهارده الجماهير في فقره مفتوحه. يا محمد وافتح التليفونات لكل الناس. نعم طيب معانا اول اتصال من الاستاذ اشرف عمر المعادي. الو الو. ايوه معاك، اتفضل. مساء الخير يا استاذ صبحي. مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ منتصر، اهلا بيك يا استاذ اشرف. اولا انا بشكر الاستاذ صبحي، انا المستشار اشرف عمر اللي كلمته قبل الهواء. اهلا اهلا بيك يا استاذ المستشار. يعني اي منطق في الدنيا يعني ابني اللي عيان ده في رقبه مين؟ ربنا يعافيه ويشفيه ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ منتصر، الله يحفظك يا استاذ منتصر. يعني اما اقعد انا ولادي، يعني راجل انا عندي 62 سنه 38 سنه في القضاء، اقعد ابكي بعينيا قدام ولادي عشان خاطر الزمالك، عشان تصرفات يعني هقول ايه، تصرفات غير طبيعيه. لا ان شاء الله ان شاء الله تتظبط الدنيا وده ماتش ويعدي، بس قول لي برضو اجابتك عن سؤال الحلقه، موقف الاهلي والزمالك من وجهه نظرك في البطوله. بامانه ربنا الاهلي 50% والزمالك 30%. يا ده انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا اشهر زملكاوي في مصر. طب متشائم ليه اشهر زملكاوي في مصر؟ على فكرة عشان عندنا نقطتين وعندنا ثلاث مطوشة واللعيبة بتاعتنا مش عارفة قيمة الفلينة اللي لابساها. بالعكس لعيبة الزمالك أنا بختلف معاك، هم دايما في المواقف الصعبة بتلاقيهم، وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن في الفترة اللي جاية. ولكن لازم 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 الفلينة دي ليها حق علينا كلنا. طبعا. صحيح. ولكن أنا ليا بس جزء صغير كده عاوز أقوله يا أستاذ صبحي بعد إذن حضرتك. اتفضل. رسالتي للسبب في هدم نادي الزمالك. طيب اعتقد ان احنا اتكلمنا في الانترو، ومتشكرين جدا مداخلة مستشار اشرف عمر، ان شاء الله دايما معانا. الناس زعلانه منتصر بالتاكيد، يعني حتى المستشار اشرف عمر ما يزعلش يعني تم يعني انقطاع الاتصال، لانه بالتاكيد نادي الزمالك كان كبير ما حدش يقدر يهدمه. صحيح في عدم استقرار، في عدم وضوح للرؤية، لكن يبقى الزمالك كيان كبير، كيان كبير بكل لاعبته اللي هم فرحونا، لاعبته الرجالة اللي دايما بيسعدونا، ثقتنا كبيرة جدا إن شاء الله فيهم. طيب معانا كمان اتصال حازم أحمد من القاهرة. أهلا أستاذ حازم. ألو. أهلا بيك. أهلا فيك. أهلا بيك يا أهلا بيك يا حازم. شايف الأهلي والزمالك في أفريقيا رايحين فين؟ يعني للاسف الشديد انا حاسس ان الاثنين هيخرجوا. يا ايه التشاؤم ده؟ لسه بدري. انا زملكاوي متعصب على فكره جدا يعني، بس انا حاسس ان الاثنين هيخرجوا للاسف الشديد يعني.
بس كان في مواقف مشابهه قبل كده حازم، ونادي الزمالك حتى في الكونفدراليه في دور المجموعات نجح انه يرجع في ظل التوقعات كلها انه يبقى يخرج، ونفس الكلام كان السنه اللي فاتت اعتقد في دور الابطال. انا مع حضرتك بس كان في اداره يعني السنه اللي فاتت او اللي قبليها كان في اداره، لكن دلوقتي مفيش اداره. هو ده الفرق ان شاء الله. ربنا يخيب ظنك والفرقتين يوصلوا يا حازم باذن الله ان شاء الله تعالى. زي ما قلت لك في نظرة التشاؤم طبعا جمهور نادي الزمالك، لانه كان للهزيمه مقدمات العقم التهديفي اللي شغال بقاله فتره مع نادي الزمالك، والفشل في اكتر من مباراه في الدوري خلى الناس شويه حصل عندها هزه او عدم ثقه بالفريق. لكن لا، ده الزمالك فريق كبير، واذا كان بيمرض زي ما بيقولوا لكنه لا يموت. صحيح. انا من وجهه نظر الزمالك قادر يعني، ما زال متصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده 3 مباريات، انما نادي الزمالك ان شاء الله يقدر يستعيد. هو الكلام على انه اللجنه القضائيه الموجوده بتواجه صعوبات كبيره جدا فيما يتعلق بالمستحقات، فيما يتعلق بتنميه الموارد. جت استلمت المهمه بعد مجلس كان محقق نجاحات 2019، كان في اخفاقات في 2020، انما كان في شكل للفريق واداء اللاعبين عليهم دور كبير جدا انهم ينتصروا نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. بكل اسف في حد معانا يا محمد؟ بكل اسف انا شايف انه المشاكل الماليه بيعاني منها الزمالك هي سبب الازمات اللي بيعيشها الفنيه دلوقتي. يعني الزمالك في فتره المجلس السابق كانت فلوس اللاعبين بتتورد قبل ما يجي حتى ميعاد الشهر. المكافئات بتاعه المباريات كانت بتدفع في وقتها. النهارده التغير والتحول اللي حصل عمل دربكه للاعيب، عمل ربكه، خلى اللاعب اللي كان قاعد نايم مطمن ان فلوسه في جيبه النهارده بيقوم الصبح يسال عليه ويدور عليه مش لاقيه. فبرضه فيها تشتيت لاذهان اللاعبين. لا انا اعتقد ازمه الثقه والازمه الفنيه كان سببها الازمه الماليه دلوقتي. طيب ناخد استاذ، هرجع اعقب على كلام حضرتك، انما ناخد استاذ حسن هاشم من فلسطين العزيزه، فلسطين الحبيبه. اهلا بيك يا استاذ حسن. استاذ حسن معانا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ حسن. تفضل حبيبي استاذ صبحي. تحياتي للاستاذ صبحي عبد السلام، كروان الاعلام الرياضي المصري. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. وتحياتي للاستاذ الرفاعي الحراري الجميل المحترم. اهلا بيك، واتصالك عزيز علينا، كل اهالي فلسطين شعبنا واللي بنحبهم ودايما ان شاء الله في القلب. حبيبي حبيبي تسلم لي. يا استاذ صبحي ويا استاذ منتصر، انا عاوز بس اقول حاجه. تفضل. احنا يعني لازم الكل يعرف انه الزمالك مش ملك مشجعي الزمالك، مشجعي الزمالك في مصر فقط. صحيح. الزمالك ملك 200 مليون مشجع عربي افريقي خليجي حول العالم. فمش عارف يعني احنا الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا، الحاجه الوحيده اللي بتخلينا مبسوطين الزمالك لما بفوز. ليش اللي بيصير في الزمالك يعني اليوم يا استاذ صبحي، يعني انا عايز اعرف يعني هو يعني الوزير عاوز ايش من الزمالك؟ يعني ايش اللي بده اياه من الزمالك؟ لا هو بص، عزم وصلنا لهالمرحله. انا معاك طبعا، بتفق معاك ان الزمالك اتعرض لمشاكل اداريه كتير جدا، منها تجميد المجلس السابق حتى بما لا يتوافق مع قانون الرياضه الجديد. لكن نقول ان القضاء المصري عادل ونزيه، وانا اثق تماما انه هيرجع الحقوق لاصحابها. معانا امير من جنوب سيناء، حلو التنوع ده. انا معانا طبعا الجماهير بتتابعنا من كل مكان، سعداء بيك. اتفضل يا امير. مساء الخير الصبح. اهلا بيك. مساء الخير استاذ منتصر. مساء الخير استاذ امير. ممكن استاذ حضرتك بس تديني وقتي، بس انا مش هخمر حضرتك كتير. اتفضل. اول كلمه بس انا اقولها للاستاذ اشرف صبحي او الدكتور اشرف صبحي، هو اول كلمه قالها يوم ما قال مجلس اداره الزمالك لا مساس بفرق كره القدم، وقالها في حوار مع منتصر الرفاعي في الاخبار، وقالها في حوار كتير وبقولها كتير قوي قوي قوي. طيب مع احترامي للناس اللي موجوده دلوقتي، هم عملوا ايه لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك بيضيع يا فندم، نادي الزمالك الناس شايفاه بيضيع والناس مبسوطه، نادي الزمالك بيضيع واحنا بتحرق دمنا، واحنا ناس فينا بيجي لها الضغط والسكر عشان في ناس مبسوطه ان الزمالك يبقى كده. لصالح مين انا مش عارف. لصالح مين الزمالك يبقى كده انا مش عارف. نهائي افريقيا ضاع مننا باسلوب او بطريقه الناس كلها شافتها وشافتها كانت عامله ازاي، الحكم اللي جاله كورونا ويطلع يقول لا ما عنديش كورونا وكلام كتير جدا جدا في وقت يعني ما اعرفش هم عايزين ايه من الزمالك. طب فين اجابتك عن سؤال الحلقه طيب يا امير؟
يا فندم احنا كل اللي احنا عايزينه احنا عايزين الزمالك يرجع. الاجابه اجابتك ان شاء الله اجابتك الاهلي والزمالك في افريقيا شايفهم ازاي السنه دي؟ يا رب يا رب يا رب يعني الزمالك ربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ونقدر الماتش الترجي اللي جاي ان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد 3 بونت وبعد كده ناخد ماتش ماتش يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده واتمنى التوفيق يعني ربنا يوفقنا. شكرا شكرا على مداخلتك يا زمير. شكرا شرفتنا. شكرا زمير. بالتاكيد نادي الزمالك مباراه الترجي يوم 16 مباراه محوريه مباراه حاسمه فاصله يعني في هذه المجموعه الزمالك مطالب بالفوز اي نتيجه غير الفوز بتعني انه الزمالك خارج البطوله تماما. يبقى انه الناس زعلانه برضو يعني الناس متحامله شويه على الدكتور اشرف صبحي وانا كمان تحملت عليه في الانترو. انت شايف مدى تحمله مسؤوليه ما يجري جوه نادي الزمالك دلوقتي؟ صبحي انت حضرتك راجل صحفي وانا راجل صحفي واعلم تماما ان الدكتور اشرف صبحي يعني في النهايه اتخذ قرار وفقا لمعطيات وامور كانت بتجري في نادي الزمالك. صحيح كلنا كنا شايفين المستشار مرتضى منصور انجز في نادي الزمالك ومجلسه كثير من الملفات المهمه عمل صرح رياضي عظيم حتى اللجنه الموجوده دلوقتي لما بتتكلم معهم بيقول لك احنا مش جايين نصفي حسابات احنا ناس مكلفين بمهمه احنا جايين وفقا للائحه نادي الزمالك اللي قالت في حاله تعليق او ايقاف المجلس اللي موجود يبقى في 3 مستشارين من اعضاء الجمعيه العموميه فجايين مش عاوزين انتخابات بيحاولوا يشتغلوا على ضوء اللي موجود يعني هي مش في النهايه مش قصتهم هم بيحاولوا يخدموا نادي الزمالك النادي اللي بينتمون في حدود الامكانيات المتاحه بيحاولوا يعظموا من الموارد انما هو في اشكاليه في نادي الزمالك قصه الفلوس اللي انت اتكلمت فيها. دكتور اشرف صبحي في النهايه بيتحدث من واقع انه راجل مسؤول في الحكومه وانه جاله ورق وانه احاله. طيب الورق هل الورق ده يبقى الورق ده هيبقى سري؟ الورق ده هيبقى سري فين المخالفات لو موجوده في نادي الزمالك على الدكتور اشرف صبحي؟ لم يعلن مخالفات يطلعها يقول لنا ايه لان احنا دلوقتي طبعا ولم تعلن مخالفات اللجنه الاولمبيه فبالتالي النهارده يبقى الموضوع قائد التحقيق في جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور بس الناس لا حق تزعل دائما ينحازوا للعداله ودائما عنده ثقه معنا مين يا محمد؟ ان شاء الله رب القضاء يرجع الحقوق لاصحابها. مين؟ دكتور نجيب من القاهره. دكتور نجيب اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا استاذ صبحي. عليكم السلام اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا استاذ صبحي؟ اهلا بحضرتك. ازي حالكم كل عام وانتم بخير؟ الحمد لله رب العالمين. انا بس طب وقت صوت التلفزيون شويه عشان في صدى صوت عندك يا استاذ نجيب. حاضر حوطيه شويه. حاضر. النهارده انا شفت برنامج كان طالع فيه الدكتور اشرف صبحي النهارده للاسف الشديد طالع يقول ان في ناس بتشتري السوشيال ميديا. هل ده صح؟ هل ده معقول؟ حتى لو حد بيشتريها يعني هي مش موضوعاتنا مش هي اللي بتدير الانديه. في انسان بيشتري السوشيال ميديا لا ممكن يكون موجود لكن مش السوشيال ميديا اللي بتدير الرياضه المصريه. انا بقولها للدكتور اشرف وبقول لك انت فين الاجابه على سؤالنا؟ شايف ازاي مستقبل الاهلي والزمالك في المنافسه؟ يا استاذ صبحي ارجوك هو بيعتقد ان الناس كلها اللي بتنتقده دي مؤجره. انا راجل دكتور اداره اعمال. عيب قوي لما يقول كده. مفيش حد يشتري السوشيال ميديا يا جماعه. لا محدش هيشتري ملايين على السوشيال. هو في لجان الكترونيه في بعض التابعه لبعض الانديه دكتور نجيب. شكرا دكتور نجيب. لكل التحيه انما في لجان الكترون بعض الانديه بتبقى ساعات موجهه حتى احنا شخصيا بنتعرض لهجوم ضاري من بعض. بس انا بقول بس مش بالدير انما فيما يتعلق يعني. بالزعل على نادي الزمالك اعتقد انه في ناس كتيره جدا زعلانه مش لجان الكترونيه. المخرج بيكلمني وشكله كده هينط لنا في الحلقه ويقول كفايه عديتوا الوقت بتاعكم. حلقه انا شايف انها كانت برضو في وسط الاجواء منتصر لحد ما حلقه موفقه. سعيد ان انا كنت معاك وسعيد ان انا كنت معاكم اعزائي المشاهدين. ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي في 2-0. سعيد كنت معاك يا استاذ صبحي النهارده. سعيد مع مشاهدينا الكرام دايما يا رب يتجدد اللقاء كل اسبوع يوم السبت ان شاء الله من 11 ل 1 انتظرونا. كنا نتمنى ان احنا نطلع النهارده في ظروف احسن من هنا لقطبي الكره المصريه نادي الزمالك والنادي الاهلي متعوضه ان شاء الله ويا رب كل الخير لمصر.